دلوقتي بقى يا زوز هندخل على ايه؟ على الـ adding and subtracting complex number. adding and subtracting complex number. نركز بقى مع بعض، نمسك الكالكوليتر بتاعتنا. معاك كالكوليتر؟ معاكش كالكوليتر؟ روح جيب كالكوليتر. يلا بينا يا زوز، يلا بينا يا مستر. طبعا احنا بنحتاج الكالكوليتر اللي هي بتبقى شبه ايه دي او اللي بعديها، خلاص؟ مهمة جدا، لو ما احتجتهاش في اولى هتحتاجها في تانية، هتحتاجها في ايه؟ في تالتة. اول سؤال، طبعا احنا اول حاجة هنعملها هنحلها بايدينا، بعد كده نرجع نستخدم الكالكوليتر ونعرف ازاي بتيجي بالكالكوليتر. اول حاجة خالص بيقول لك ايه؟ 3 plus 7i plus 5 minus 9i. احنا بنعمل ايه؟ بنعمل ادنج للارقام مع بعض، الارقام اللي هي النمبرز مع بعض، النمبرز الحقيقيه اللي هي الريل نمبر، وبنعمل ادنج للايماجينري نمبر اللي هو الكومبلكس نمبر. يعني ايه يا مستر؟ بمعنى ايه؟ بمعنى هنا اهو دي بلس، صح؟ هعمل ادنج للريل نمبر، يعني 3 بلس 5 كام؟ 8. والثانية 7i plus negative 9i، 7i plus negative 9i يبقى negative 2i. يبقى أول حاجة هنعمل إيه؟ adding للريل نمبر، ها؟ 3 plus 5 8، 7i plus negative 9i يبقى negative 2i. هل ينفع نعمل دول يا مستر ماينس؟ لا ما ينفعش نعملهم ماينس، لأن ده ريل نمبر وده imaginary نمبر أو complex نمبر. طيب مستر عايزين نعملها بالكالكوليتر، بنعملها ازاي؟ الاول اول حاجة خالص، لو معاك الكالكوليتر دي بتعمل مود 2، بتعمل مود ايوة، قرب مود 2. مود كام؟ 2. بعد كده بنعمل ايه؟ بفتح براكت، يلا ها، 3 بلس 7i، 7i i بتتكتب ازاي؟ اللي هو الزر اللي هو ENG، وقفل البراكت، ها، بلس افتح براكت 5 ماينس 9i 9 ENG، وقفل براكت. كل الكلام ده ايكوال كام؟ عليها ايكوال 8 ماينس 2i. طب السؤال اللي بعديه اهو، 2 ماينس 4i ماينس 5 ماينس i. هنعمل ايه؟ هنعمل سبتراكتنج للريل نمبر لوحده وسبتراكتنج للكومبلكس نمبر لوحده. ازاي يعني؟ ايه يا مستر؟ اهو 2 ماينس 5 نيجاتيف 3، نيجاتيف 4i نيجاتيف 4i، ها، ماينس نيجاتيف i، نيجاتيف 4i ماينس نيجاتيف i يبقى نيجاتيف 3i. نيجاتيف 4 اهو بالكالكوليتر، نيجاتيف 4 ماينس نيجاتيف 1، نيجاتيف 4 ماينس نيجاتيف 1 يعني نيجاتيف 4 بلس 1 تبقى نيجاتيف 3. يبقى الاجابه هنا نيجاتيف 3 ماينس 3i. نعمل تشيك عليها بالكالكوليتر، يلا 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 يلا، ها، مود 2. مود كام؟ 2. يلا افتح براكت 2 ماينس كام؟ 4i، واقفل البراكت ماينس، وافتح براكت تاني 5 ماينس i، واقفل البراكت. كل الكلام ده ايكوال كام يا زوز يا قمر؟ نيجاتيف 3 ماينس 3i. السؤال اللي بعديه، تعال ندخل على المالتبلاينج. المالتبلاينج كومبلكس، احنا كده اخدنا الادنج والسبتراكتنج. المالتبلاينج اهو 3 بلس 7i تايمز كام بقى؟ اهو تايمز كام؟ 5 ماينس 9i. بنعملهم تايمز ازاي؟ باخد الرقم ده هعمله تايمز هنا وتايمز هنا، واخد الرقم ده اعمله تايمز هنا وتايمز هنا. يلا ها، مع بعض ها، 3 تايمز 5 15، 3 تايمز نيجاتيف 9 نيجاتيف 27i. يبقى تاني 3 تايمز 5 15، 3 تايمز نيجاتيف 9 نيجاتيف 27i. بعد كده 7 تايمز 5 تبقى كام؟
ساعة في خمسة 35 I 7 times negative 9 7i times negative 9i يبقى negative 63i part 2 يبقى تاني يلا ها 3 times 5 15 3 times negative 9 negative 27i 7 times 5 35i 7 times 9 negative 63i square لان i في i i square طيب هتبقى كام؟ هنكتب دي هنكتب السؤال ده تبقى 15 27i + 35i دي كده يا باشمهندس خلي بالك بقى في حته هنا مهمه جدا i سكوير i سكوير بنيجاتيف 1 i سكوير بكام؟ بنيجاتيف 1 هتبقى نيجاتيف 63 تايمز نيجاتيف 1 هتبقى بوزيتيف 63 يبقى اول حاجه يلا ها 3 تايمز 5 15 3 تايمز نيجاتيف 9 نيجاتيف 27i 7i تايمز 5 35i 7i تايمز نيجاتيف 9 نيجاتيف 63i سكوير طب هي i سكوير بكام بنيجاتيف 1 نيجاتيف 63 تايمز نيجاتيف 1 تبقى بوزيتيف 63 طب هنجمع هنجمع مين هنجمع النمبرز مع النمبرز يعني هقول ايه 15 plus 63 هتطلع كام 78 والتانية negative 27 plus 35 هتطلع بكام plus 8i يبقى تاني يلا 3 times 5 15 3 times negative 9 negative 27i 7i times 5 35i 7i times negative 9 negative 63i square طب هي i سكوير بكام بنيجاتيف 1 نيجاتيف 1 في نيجاتيف 63 هتطلع ب 63 هجمع على 15 بتطلعك ب 78 نيجاتيف 27 بلس 35 هتطلع 8i ده الاجابه هي دي الاجابه النهائيه واحد يقول لي يا مستر يلا بينا نعملها بالكالكليتر هكتب ايه يلا 3 يلا 3 اهم حاجه مود ايه مود كومبلكس مود ايه مود كومبلكس يلا 3 بلس 7i اللي هي ان جي اي ها افتح الاي في البراكت 5 ماينس 9i واعملهم تايمز بعض واشوف هتطلع بكام يا زوز يا قمر طلعت ب 78 بلس 8i يبقى دي اجابه صح يبقى انا اعملها الاول بالخطوات وبعد كده اعملها بالايه؟ اعملها الاول بالخطوات بعد كده اعملها بالكالكليتر طب السؤال اللي بعديه يلا 2 minus 4i times times مين بقى 5 minus i هنعملهم times ازاي يلا ها 2 times 5 2 times i بعد كده اعمل دي هنا اعمل دي هنا يلا 2 times 5 10 2 times negative i negative 2i negative 4i times 5 تبقى negative 20i نيجاتيف 4i تايمز نيجاتيف i بوزيتيف 4i سكوير يبقى تاني ها 2 تايمز 5 10 2 تايمز نيجاتيف i نيجاتيف 2i 4i تايمز 5 نيجاتيف 20i نيجاتيف 4i تايمز نيجاتيف i نيجاتيف تايمز نيجاتيف بوزيتيف 4i سكوير هنيجي هنا يا باشا وتعمل بالهايلايتر لو معاك هايلايتر تروح عامل ايه هايلايتر على الاي سكوير طيب حلو تبقى 10 minus 2i minus 20i i سكوير ب نيجاتيف 1 4 في نيجاتيف 1 تبقى نيجاتيف 4 يلا مع بعض 10 minus 4 6 نيجاتيف 2i minus 20i تبقى نيجاتيف 22i 10 minus 4 6 نيجاتيف 2i minus 20i يبقى نيجاتيف 22i كلام قمر من راجل قمر طب حلو يبقى يلا 2 تايمز 5 10 2 تايمز نيجاتيف i نيجاتيف 2i نيجاتيف 4i تايمز 5 نيجاتيف 20i نيجاتيف 4i تايمز نيجاتيف i 4i سكوير هي i سكوير بكام بنيجاتيف 1 4 تايمز نيجاتيف 1 نيجاتيف 4
10 ماينس 4 6 نيجاتيف 2 ماينس 20 نيجاتيف 22 اي. يا مستر مش عارف اعملها. يا عم تعالى اعملها بالايه؟ بالكالكوليتر. السؤال اللي بعديه تاني اهو تايمز. هنعملها ازاي تايمز بقى؟ ها يلا مع بعض هضرب 12 تايمز 7 12 تايمز نيجاتيف اي نيجاتيف 5 اي تايمز 7 نيجاتيف 5 اي تايمز نيجاتيف اي. يلا ها 12 تايمز 7 هتطلع 84. 12 تايمز نيجاتيف اي نيجاتيف 12 اي. نيجاتيف 5 اي تايمز 7 نيجاتيف 35 اي. نيجاتيف 5 تايمز نيجاتيف نيجاتيف 5 اي تايمز نيجاتيف اي بوزيتيف 5 اي باور 2. طب مستري مستري اعمل لي تشيرد على الاي سكوير. تعال بقى نكتبها من الاول. ها هتبقى كام؟ ها 84 ماينس 12 اي ماينس 35 اي اي سكوير بنيجاتيف 1. 5 تايمز نيجاتيف 1 تبقى نيجاتيف 5. هنعمل ايه؟ 84 هنعملها ماينس 5. يلا ها 84 ماينس 5 84 ماينس 5 هتطلع بكام؟ 79. نيجاتيف 12 ماينس 35 نيجاتيف 12 ماينس 35 هتطلع نيجاتيف 47 اي. واحد يقول لي عايز اعمل تشيك. يا عم انت ما تعرفنيش بقى اعمل تشيك. اهو 12 ماينس 5 اي الاقي ان جي اقفل البراكت افتح براكت تاني ها 7 ماينس اي اهي تطلع 49 ماينس 47 اي. السؤال اللي بعديه السؤال اللي بعديه بقى خلي بالك يا باشمهندس عشان داخلين في مرحله جديده مهمه جدا جدا جدا. بيقول لك ايه 3 بلس 2 اي اول باور 2. هكتبها لك مرتين هعملها لك بطريقتين مختلفتين. اول طريقه 3 بلس 2 اي مضروبه في 3 بلس 2 اي مش هي باور 2 يعني البراكت ده كم مره؟ مرتين. طيب يلا هنعمل ايه؟ بص اول حاجه هنضرب دي هنا وهنضرب دي هنا وهنضرب دي هنا وهنضرب دي هنا. يلا 3 تايمز 3 9 3 تايمز 2 6 يلا 2 اي تايمز 3 6 2 اي تايمز 2 تبقى كام؟ 4 اي باور 2. يبقى تاني يلا مع بعض مع بعض مع بعض ها 3 تايمز 3 9 3 تايمز 2 6i 2i تايمز 3 6i 2i تايمز 2i 4i سكوير. مستر عمورة نعم مستر عمورة نعم اهو يبقى 9 بلس 6i و 6i يبقى 12i 4i سكوير. هعمل تشيلد على دي هي اي سكوير بكام؟ اي سكوير بنيجاتيف 1 4 تايمز نيجاتيف 1 تبقى نيجاتيف 4. يبقى يلا ها 3 تايمز 3 9 3 تايمز 2 6 2 تايمز 3 6 2 تايمز 2 تبقى 4 اي سكوير. هي اي سكوير بكام؟ بنيجاتيف 1. يلا 4 تايمز نيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 4. يلا 9 ماينس 4 تبقى 5 بلس 12 اي. مهمة جدا. تاني البراكت ده عملته كم مرة؟ مرتين اهو. يلا 3 تايمز 3 9 3 تايمز 2 6i 2i تايمز 3 6i 2i تايمز 2i 4i سكوير. i سكوير بنيجاتيف 1 4 تايمز نيجاتيف 1 نيجاتيف 4 9 ماينس 4 5 بلس 12i. اوعى تجمع دول عشان هتبقى ايه؟ متخلف عقليا. ما ينفعش نجمع رقم على حاجة فيها كومبلكس نمبر. طيب حلو مستر عمر مستر عمر نعم يا مستر عمر نعم. بص بقى انا ممكن اعملها بطريقه تانية يا مستر عمر. ايوه طبعا. ازاي بقى؟ تعال نشوف. احنا عملنا الطريقه الاولانيه تعال نعملها بالطريقه التانية. ده غير طبعا طريقه الكالكوليتر. طيب ايه الطريقه التانية؟ هو اي براكت عليه باور 2 بيتفك كام حاجه؟
اي براكت عليه باور 2 بيتفك ثلاث حاجات. بيتفك كام حاجه؟ ثلاث حاجات. بيتفك كام حاجه؟ ها ثلاث حاجات. ايه هو؟ الاول باور 2 والثاني باور 2. الاول باور 2 والثاني باور 2 اهو. يعني ايه 3 بلس 2 اي اول باور 2؟ هنفكها ثلاث حاجات. الاول باور 2 يعني كام؟ ها 3 باور 2 تبقى 9، والتاني باور 2 تبقى كام؟ 4 اي باور 2. بعد كده الاول في التاني في 2 يعني 3 تايمز 2 تايمز 2. 3 تايمز 2 6، 6 تايمز 2 تبقى 12، يبقى هنا 12 اي. الاول باور 2 والتاني باور 2 اهو 3 باور 2 ب 9، 2 اي اول باور 2 ب 4 اي سكوير. هضرب الاول في التاني في 2، 3 تايمز 2 تايمز 2 تبقى كام؟ تبقى 12 اي. طب هنا يبقى 9 بلس 12 اي 4 اي سكوير. 4 اي سكوير، اي سكوير دي بنيجاتيف 1. تعال اهو اي سكوير بكام؟ اي سكوير بكام؟ بنيجاتيف 1. نيجاتيف 1 تايمز 4 تبقى بنيجاتيف 4. يلا 9 ماينس 4 5 بلس 12 اي. دي الطريقة التانية. يبقى أي براكت عليه باور 2 بيتفك كام حاجة؟ تلاتة. الأول باور 2 والتاني باور 2، وده أهو بنعمل ده تايمز ده تايمز 2. 3 تايمز 2 6، 6 تايمز 2 تبقى 12 اي، ونفس الإشارة. يلا اي سكوير بنيجاتيف 1، نيجاتيف 1 تايمز 4 تبقى نيجاتيف 4، 9 ماينس 4 تبقى 5 بلس كام اي؟ 12 اي. السؤال اللي بعديه بيقول لك ايه؟ في السؤال اللي بعديه يا باشمهندس 4 بلس 3 اي اول بارت، وهنفكها ازاي يا عموره؟ يا عموره يا عموره اهو. الاول باور 2 اه والثاني باور 2. يلا الاول باور 2 4 باور 2، يا ريت تستخدم ها دماغك. 4 باور 2 بكام؟ ب 16. والتاني باور 2 يبقى 9 اي سكوير، وهنا بلس يبقى هنا بلس. هنعمل ايه؟ هنعمل ده تايمز ده تايمز ده. يلا يعني كام؟ يعني 4 تايمز 3 12، 12 تايمز 2 يبقى 24 اي. حلو. 4 تايمز 3 12، 12 تايمز 2 يبقى 24 اي. يبقى هنا هنكتب 16 بلس 24 اي. 9 اي سكوير هي اي سكوير بكام؟ اي سكوير بكام؟ اي سكوير يا باشا، اي سكوير يا باشا، اي سكوير يا باشا، اي سكوير يا باشا، اي سكوير يا باشا بنيجاتيف 1. نيجاتيف 1 تايمز 9 تبقى بنيجاتيف 9. يلا يلا 16 يبقى 4 باور 2 ب 16، 3 اي سكوير 9 اي سكوير. هضرب ده في ده في 2 تبقى 24 اي. اي سكوير بنيجاتيف 1، نيجاتيف 1 تايمز 9 تبقى نيجاتيف 9. 16 شيل منها 9 تبقى 7 بلس 24 اي. حلو حلو. عايزين نتاكد، نتاكد بالايه؟ بالكالكوليتر. السؤال اللي بعديه، وركز بقى في السؤال اللي بعديه. 1 بلس اي اول باور 2، بنفك البراكت اللي عليه باور 2 زي، يا اما نكتبهم اتنين براكت شبه بعض، يا اما نتبع القانون بتاعي. الاول باور 2 اي والتاني باور 2، ها اوعى تنسى اللي في النص طبعا اهو. 1 بلس اي اول باور 2 بتتفك ازاي؟ الاول باور 2 يبقى 1 والتاني باور 2 يبقى اي سكوير. وبعد كده بنعمل ايه؟ بعد كده بعد كده بعد كده ده تايمز ده تايمز ده. 1 تايمز اي تايمز 2 يعني كام اي؟ 1 تايمز اي تايمز 2 يبقى 2 اي. يبقى 1 يبقى 1 بلس 2 اي. طب هي اي سكوير بكام؟ اي سكوير بكام؟ اي سكوير بكام؟ اي سكوير بنيجاتيف 1. اي سكوير بكام؟ اي سكوير بنيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 1. الاول باور 2 يبقى 1، الثاني باور 2 يبقى اي سكوير. الاول في الثاني في 2 يبقى 2 اي. اي سكوير بنيجاتيف 1، نيجاتيف 1 هتروح مع 1 اهو. نيجاتيف 1 هتروح مع مين؟ هتروح مع 1 عشان شبه بعض ومختلفين في الاشاره. ايه اللي هيفضل؟ اللي هيفضل 2 اي.
ماشي. طيب حلو قوي، حلو حلو حلو. سؤال كمان، بص بقى السؤال اللي جاي ده اكتب عليه اكزام من اول اللي جاي، في ثلاث مسائل كده ورا بعض كده مهمين جدا بيجوا على طول في الامتحانات. 1 بلس اي اول باور 4 بنعملها ازاي؟ ايه ده هو هنعمل باور 4؟ هكتب يا مستر 1 بلس اي 1 بلس اي، يا نهار ابيض 1 بلس اي 1 بلس اي، ايه ده اربع مرات؟ تعالى نعملها كده بعد كده اقول لك اختصارها. ها طيب، او 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 بنعمل ايه؟ اهو بنعمل 1 بلس اي اول باور 2، 1 بلس اي اول باور 2 اهو، وبعد كده اعمل الاثنين دول تايمز بعض. ما هو 1 بلس اي باور 2 1 بلس اي باور 2 لو عملتهم تايمز بعض هيديني 1 بلس اي اول باور كام؟ 4 صح؟ طب تعال الاول باور 2 1 والثاني باور 2 ادي اي سكوير، والاول في الثاني في 2 يبقى 2 اي. طيب حلو، هنيجي ايه؟ هنيجي هنا عند الاي سكوير يبقى 1 بلس 2 اي، هي اي سكوير بكام؟ اي سكوير بكام؟ اي سكوير بنيجاتيف 1. مين هيروح مع مين؟ نيجاتيف 1 هتروح مع 1، ايه اللي هيفضل؟ 2 اي. طب هنا نفس الكلام، نفس الكلام بالظبط، ايه اللي هيفضل؟ 2i. نفس الكلام بالظبط، هنضرب الاثنين في بعض 2i تايمز 2i يبقى 4 i بار 2 2i تايمز 2i تبقى 4i سكوير، يعني 4 تايمز هي i سكوير بكام؟ بنيجاتيف 1. 4 تايمز نيجاتيف 1 تبقى نيجاتيف كام؟ 4. يبقى انا فكيت 1 بلس اي بار 2 طلعت 2i، 1 بلس اي بار 2 طلعت 2i، 2i تايمز 2i يبقى 4 اي سكوير. طب هي اي سكوير بكام؟ بنيجاتيف 1. 4 تايمز نيجاتيف 1 يديني كام يا باشمهندس؟ نيجاتيف 4. السؤال، السؤال ده امتحان خلي بالك، ها السؤال اللي بعديه برضو امتحان، السؤال اللي بعديه امتحان الشهر، السؤال اللي بعديه امتحان الشهر. طيب بس قبل ما نبدا في امتحان الشهر عايز افهمك حاجه بقى، في حاجه اسمها كونجكت وفي حاجة اسمها اديتيف انفرس، ملهاش علاقة بدي بس انا حبيت اقولها لك. الكونجكت اللي هو ايه؟ الكونجكت مثلا لو جيت قلت لك 2 بلس 5i، ايه الكونجكت؟ الكونجكت هنغير الاشارة بتاعت الاي هتبقى 2 ماينس 5i، يبقى الكونجكت بنغير الاشارة اللي قبل الاي، 2 بلس 5i يبقى الكونجكت بتاعها 2 ماينس 5i. طب الاديتيف انفرس، الاديتيف انفرس 2 بلس 5i، الاديتيف انفرس هنغير الاشارات، هنغير الاشارات تبقى كام؟ ها نيجاتيف 2 ماينس 5i، يبقى الكونجكت بنغير الاشاره اللي قبل الاي. احفظ معايا، الكونجكت بنغير الاشاره اللي قبل الاي على طول، لكن الاديتيف انفرس بنغير كل الاشارات تاني، بنغير كل الاشارات تاني، بنغير كل الاشارات اهو. يعني 2 بلس 5i هغير الاشاره اللي قبل الاي بقت 2 ماينس 5i، اديتيف انفرس بنغير كله. طب بنغير كله، اه طب خد دي، خد دي كونجكت بتاعت مين؟ كونجكت بتاع اهو 3i، ايه الكونجكت؟ الكونجكت بتاع 3i يبقى نيجاتيف 3i، الكونجكت بتاع 3i تبقى كام؟ نيجاتيف 3i. طب الكونجكت، كونجكت بتاع i بلس 1 ايه الكونجكت بتاعها؟ اغير الاشاره اللي قبل الاي تبقى كام؟ ها نيجاتيف i بلس 1. طب لو كان قال اديتيف انفرس لنفس المساله كنت اغير كل الاشارات، يعني نيجاتيف i ماينس 1. يبقى في الاديتيف انفرس بنعمل ايه؟ بنغير كل الاشارات. طب في الكونجكت بنعمل ايه؟ بنغير الاشاره اللي قبل الاي بالظبط. طب سؤال ذكي، تعالى تعالى تعالى، لو جيت قلت لك كونجكت اهو، كونجكت لنيجاتيف 8
نيجاتيف 8. نيجاتيف 8 بس. الكونجكت بنعمل ايه؟ بنغير الاشاره اللي قبل الاي على طول. هو مفيش اصلا اي هنا، يبقى الكونجكت برضو بتاعتها كام؟ نيجاتيف 8. لكن لو كان طلب الاديتيف انفرس كنت هقول له ايه؟ 8. طب حلو، خلي بالك من الحته دي، صور يا زوز، صور الحته دي عشان مهمه، صور الحته دي عشان مهمه. طيب بص بقى، يبقى الكونجكت بنغير الاشاره اللي قبل الاي، لو هي بوزيتيف اخليها نيجاتيف، ولو هي نيجاتيف اخليها ايه؟ بوزيتيف. ده الكونجكت. لكن الاديتيف انفرس بنغير كل الاشارات. طيب خلاص، تعال بقى نرجع لموضوعنا اصلا اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو مالتيبلاينج ماتريكس، اللي هو ده. بص، 1 بلس اي اول بارتين، هنفكها ازاي؟ يا ليله سودة، يا ليله سودة. 1 بلس اي اول بارتين، يا نهار ازرق، ولا ازرق ولا حاجه يا باشا، اهو 1 بلس اي، 1 بلس اي، ادي مرتين 1 بلس اي، 1 بلس اي، ادي كده اربعه 1 بلس اي، 1 بلس اي، ادي كده كام؟ سته 1 بلس اي، 1 بلس اي، ادي كده 8 1 بلس اي، 1 بلس اي، ادي كده 10. طب هي دي كده، ادي مره 2 3 4 5 كده، كام مره؟ 5 مرات. تعال نعمل الاولانيه، يلا، اللي هيطلع هنا هو اللي هيطلع هنا، هو اللي هيطلع هنا، هو اللي هيطلع هنا، هو اللي هيطلع هنا. طب يلا، ها، 1 تايمز 1 1 1 تايمز اي، اه واحده تقول يا مستر، يا مستر، يا قمر، انت يا قمر يا عسل، بدل ما اكتبها كده، ما انت معلمنا نكتبها 1 بلس اي اول بار 2، اه ودي برده هي 1 بلس اي اول بار 2، ما هي مرتين 1 بلس اي اول بار 2، صح؟ اه 1 بلس اي اول بار 2 هي. ما انا لو عملت كل ده هيديني 1 بلس اي اول بار كام؟ 10. خلاص، الرقم اللي هيطلع هنا هو هو هنا، هو هو هنا، هو هو هنا، هو هو هنا، بعد كده هضرب كله في ايه؟ في بعض. طيب يلا، ازاي؟ خلي بالك عشان دي اكزام، ها؟ ازاي نفك البراكت اللي على ايه؟ باور 2. يلا الاغنيه، ها، الاول باور 2، ها، والتاني باور 2، يلا الاول باور 2 والتاني باور 2، ونفس الاشاره في النص، صح؟ اهو 1 تبقى 1، اي تبقى اي باور 2، بلس تبقى بلس، الاول باور 2 والتاني باور 2، ودي بلس تبقى بلس. هنضرب ده في ده في ده، 1 تايمز اي تايمز 2 تاني، ها، 1 تايمز اي تايمز 2 تبقى 2 اي، 1 بار 2 ب 1، اي بار 2 اي سكوير، هضرب ده في ده في 2 تبقى 2 اي. طب باشا، هي اي سكوير بكام؟ اي سكوير اي سكوير اي سكوير اي سكوير بنيجاتيف 1، اي سكوير بنيجاتيف 1، اي سكوير بنيجاتيف 1، نيجاتيف 1 هتروح مع 1، اللي هيفضل 2 اي، الاول باور 2 والتاني باور 2، بعد كده هضرب ده في ده في ده، 1 تايمز اي تايمز 2 تبقى 2 اي. طب هي اي سكوير بنيجاتيف 1 راحت مع ال 1 تبقى 2 اي، يبقى هنا 2 اي، يبقى هنا 2 اي، يبقى هنا 2 اي، يبقى هنا 2 اي. يا عالجمال، هضرب بقى كله في بعضه، يلا، ها، 2 في 2 في 2 في 2 في 2 تطلع اهو 2 في 2 خمس مرات، في 2 في 2 طلعت بكام؟ 32. يلا، اي في اي في اي في اي في اي، يعني اي باور 5، يعني 32. بقول لك ايه، احنا اتفقنا لو اي جت بعد الفور بنعمل ايه؟ بننزل، صح؟ اي بار 5 ديفايدد 4 تنفع؟ لا، هنزل واحده، 4 نفعت؟ اه نفعت. نزلت كام واحده؟ نزلت واحده، يبقى اي، يبقى اي بار 5 تنفع ديفايدد 4؟ لا، هنزل واحده، 4 تنفع ولا ما تنفعش؟ نفعت. نزلت كام واحده؟ واحده، يبقى الاجابه هنا اي. طيب كلام عظيم، كلام عظيم، كلام عظيم. اه افرض بقى راح في الامتحان خبطت في دماغ اهله، يقول لك هات لي الكونجكت. الكونجكت سهله يا مستر، الكونجكت بتاع دي تبقى نيجاتيف 32 اي، مش الكونجكت بنغير الاشاره اللي قبل الاي، صح؟
يبقى عشان هو جابها له السنه اللي فاتت عطله دي كده، هتقعد انت تفكها تفكها، طلعتها كام؟ 32 اي. عايز تجيب الكونجكت هتروح مغير الاشاره يبقى نيجاتيف 32 اي. السؤال يا مستر يا مستر يا قمر اللي بعديه، 1 ماينس اي باور 10. يلا يلا ها هنعملها ازاي؟ 1 ماينس اي باور 2، 1 ماينس اي باور 2، 1 ماينس اي، 1 ماينس اي باور 2، 1 ماينس اي باور 2، 1 ماينس اي باور 2. ادي كده كام مره؟ 1 2 3 4 5. هنفك الاولانيه، يلا الاولانيه الاول بار 2 يبقى 1، دي بار 2 تبقى اي سكوير. هضرب ده في ده في 2 يبقى نيجاتيف 2 اي عشان نفس الاشاره. بعد كده بعد كده الاي سكوير هشيلها واحط مكانها كام؟ نيجاتيف 1، يبقى 1 ماينس 2 اي. اي سكوير اي سكوير اللي هي بنيجاتيف 1. ماشي، مين هيروح مع مين؟ مين هيروح مع مين؟ نيجاتيف 1 هتروح مع 1، ايه اللي هيفضل؟ نيجاتيف 2 اي. وهنا نيجاتيف 2 اي، وهنا نيجاتيف 2 اي، وهنا نيجاتيف 2 اي، وهنا نيجاتيف 2 اي. هضرب كله في بعض، اضرب الخمسه في بعض، نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2 نيجاتيف 32. كام اي؟ اي بار 5. طب هي اي بار 5 تنفع ديفايدد 4؟ لا، هنزل واحده. فاكر فاكر قلت لك تعمل ديفايدد 4 ما نفعتش، انزل واحده. 4 نفعت صح، 5 نزلت ال 4 نزلت كام واحده بقى؟ واحده، يبقى نيجاتيف 32 اي. هو عايز مين؟ عايز الكونجكت، الكونجكت بتاعت نيجاتيف 32 تبقى 32 اي. السؤال اللي بعديه، مش السؤال بقى، هنا ديفايدد كومبلكس نمبر، ازاي نعمل ديفايدد للكومبلكس نمبر؟ طيب تعال ناخد اول سؤال اهو، 3 بلس 2 اي على 2 ماينس 5 اي. اولا يا دكتور يا دكتور يا عسل انت، انا ممكن اروح ماسك الزفته دي كالكليتر واروح كاتب اهو، ها 3 بلس اهو 3 بلس 2i، i اللي هي كومبلكس طبعا، الاول بنعمل مود كومبلكس عشان نخليها كومبلكس، بعد كده اهو 3 بلس 2i اوفر 2 ماينس 5i واشوف الاجابه هتطلع كام. الاجابه اهو بص بص كويس، ادخل في الشاشه اهو، تبقى كام؟ ها نيجاتيف 4 على 29 بلس 19 على 29 اي. يبقى تاني ها نيجاتيف 4 على 29 بلس 19 على 29 اي. يبقى تاني نيجاتيف 4 على 29 بلس 19، ده لو انا عملتها بالايه؟ بالكالكليتر. طب يا مستر انا مش عايز اعملها بالكالكليتر، عايز اعملها بدماغي. هنعملها ازاي بدماغنا؟ بص هكتب اهو 3 بلس 2 اي على كام؟ ها 2 ماينس 5 اي. هنضرب في الكومبلكس، خلاص انا طلعت الاجابه بالكالكليتر من سنتين. طب عايزين نضربها في الكومبلكس، ايه بقى هو الكومبلكس؟ اغير الاشارات، اغير الاشارات اللي تحت، 2 ماينس 5 اي تبقى 2 بلس 5 اي، وهنا 2 بلس 5 اي. يبقى عملت ايه؟ اهو الكونجكت، الكونجكت بتاع اللي تحت، غير اشاره اللي تحت، لو دي نيجاتيف اخلي هنا بوزيتيف هنا بوزيتيف. طيب يلا بينا يلا بينا يا مستر، قدامنا حوار كبير، قدامنا حوار كبير فعلا. يبقى انا كتبت المساله هي هي اهي، وضربتها في الكونجكت، ايه هو الكونجكت؟ بغير اشاره اللي تحت، 2 بلس 5 اي على 2 بلس 5 اي. يلا تعالى نضرب بقى 3، يلا هنضرب اللي فوق في اللي فوق واللي تحت في اللي تحت. يلا 3 تايمز 2 6، يلا 3 تايمز 5 15، يلا 2i تايمز 2 4i. يبقى تاني ها 3 تايمز 2 6، 3 تايمز 5 15i، 2 تايمز 2 4i، 2 تايمز 5 2i تايمز 5i، يبقى 10i باور 2. يبقى تاني يلا ها مع بعض مع بعض مع بعض 3 تايمز 2 6، 3 تايمز 5 15 اي،
2i times 2 تبقى 4i. 2i times 5i 10i سكوير. طب تحت 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 اهو هنضرب الاثنين في بعض. يلا ها 2 times 2 4 2 times 5 10i. يلا negative 5i times 2 negative 10i negative 5i times 5i negative 25i power 2 ماشي i power 2. يبقى تاني يلا ها من الاول من الاول. يلا يا زوز يلا يلا يا مستر ها 3 times 2 6 3 times 5 15i 2i times 2 4i 2i times 5 10i. طب تحت 2 times 2 4 2 times 5 10i negative 5i times 2 negative 5i times 2 negative 10i negative 5i times 5 negative 25i square. ماشي تعال بقى نفك اللي فوق ونفك اللي تحت. اول حاجه هجيب الهايلايتر اروح معلم على دي ومعلم على دي تبقى كام ها هكتب اهو 6 plus 15i plus 4i هي i سكوير بكام بنيجاتيف 1 نيجاتيف 1 تايمز 10 تبقى نيجاتيف 10 هنا 4 plus 10i minus 10i هنا دي نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 25 نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 25 تبقى بلس 25. طيب مين هيروح مع مين؟ مين هيروح مع مين؟ اللي هيروح مع مين ده هيروح مع ده عشان ده 10i وده نيجاتيف 10i الاثنين دول راحوا مع بعض. طيب اللي اتفضل فوق تعال نكتب بقى اللي اتفضل فوق هعمل كده 6 هعمل الارقام ماينس بعض 6 بص طبعا انا جايبها من بدري فوق اهي بالكالكوليتر بس احنا بنعملها لك بالخطوات 6 ماينس 10 تبقى نيجاتيف 4 يلا 15 بلس 4 19 طب هنا يلا 4 بلس 25 29 يلا تعالى بقى نعمل ايه هنعمل حاجه اسمها شراب رول هاخد ده على ده مره اخد ده على ده مره واخد ده على ده مره نيجاتيف 4 على 29 اهي بلس 19 على 29 خلصت. طب حلو حلو السؤال اللي بعديه السؤال اللي بعديه بص يا باشا اهو واحده برضو ديفيجن كمان 2 بلس اي على 3 ماينس 4 اي باشا هكتبها بالكالكوليتر اهو كام 2 بلس اي على كام ها 3 ماينس 4 اي واكتبها بالكالكوليتر طلعت كام ها 2 على 25 بلس 11 على 25 اي 2 على 25 بلس 11 على 25 اي. طب هنعمل ايه هنا يلا هنكتب السؤال يا باشا هنكتب السؤال يا برنس هنكتب السؤال هنكتبها ازاي 2 بلس اي 2 بلس اي على 3 ماينس 4 اي هضرب في الكونجكت مين الكونجكت هنا لو انت شاطر الكونجكت يا معلم ها هغير الاشاره اللي تحت تبقى كام ها 3 بلس 4 اي وهنا 3 بلس 4 اي الكونجكت يبقى تحت اهو حتى هنا في المساله اللي قبليها في المساله اللي قبليها احنا كنا عاملين ايه عاملين برضو الكونجكت اهو 2 بلس 5i و 2 بلس 5i الكونجكت بتاع اللي تحت اهو ماشي طيب بص اهو يبقى انا هنا ضربت في مين ضربت في الكونجكت بتاعت اللي تحت اللي هو كان بقى الكونجكت بتاعت اللي تحت اهو اللي هو 3 بلس 4i و 3 بلس 4i يلا تعالى نضرب انا مطلع الاجابه بقى لي 3 سنين صح بس تعالى نضربها واحده واحده يلا 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 ها يلا يلا تعالى 2 ايوه تايمز 3 شاطره 2 تايمز 3 بعد كده 2 تايمز 4 بعد كده اي تايمز 3 بعد كده اي تايمز 4 اي يلا 2 تايمز 3 6 2 تايمز 4 8 اي تايمز 3 3 اي اي تايمز 4 اي تبقى 4 اي سكوير
يلا 2 تايمز 3 6 2 تايمز 4 8 اي اي تايمز 3 3 اي اي تايمز 4 اي 4 اي سكوير. طب تحت يلا 3 تايمز 3 9 3 تايمز 4 12 نيجاتيف 4 تايمز 3 نيجاتيف 12 اي نيجاتيف 4 تايمز 4 تبقى نيجاتيف 16 اي سكوير. يبقى تاني ها 2 تايمز 3 6 2 تايمز 4 8 اي اي تايمز 3 3 اي اي تايمز 4 اي 4 اي سكوير. طب تحت 3 تايمز 3 9 3 تايمز 4 اي 12 اي نيجاتيف 4 تايمز 3 نيجاتيف 12 اي نيجاتيف 4 تايمز 4 نيجاتيف 16 اي سكوير. يلا بينا يلا بينا يا مستر يلا بينا يا مستر اهو هنعمل ايه. بصي اهو هعمل كده 6 8 و 3 تبقى 11 ماشي 4 اي سكوير هي اي سكوير بنيجاتيف 1 نيجاتيف 1 تايمز 4 بنيجاتيف 4 هنا 9 دي هتروح مع دي اي سكوير اي سكوير بنيجاتيف 1 اي سكوير بنيجاتيف 1 نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 16 تبقى بوزيتيف 16 تمام. طيب هنعمل ايه؟ هنطرح اهو 6 ماينس 4 6 ماينس 4 تبقى 2 بلس 11i على كام؟ 9 و16 25. تعرف تقسم؟ اه هقسم ده على ده مره وهقسم ده على ده مره يبقى 2 على 25 بلس 11 على 25i. شكرا يا زوز. السؤال اللي بعديه اهو السؤال اللي بعديه بيقول لك ايه بقى؟ برضو واحده ديفيجن اهو 2 بلس i في 3 بلس i موضوع كبير وتحت نفس الكلام. دي ممكن اعملها بالكالكوليتر او ممكن اضرب اللي فوق في اللي فوق واضرب اللي تحت في اللي تحت واختصر. طيب لو جيت قلت لك اهو سؤال زي ده 10 على 2 بلس i تعرف تختصرها؟ اه هعرف اختصرها. يا اما اكتبها اهو 10 اكتبها ازاي هعمل فراكشن 10 اوفر 2 بلس i يعني 2 بلس i اللي هو زرار اي ان جي تطلع 4 ماينس 2 i. دي الاجابه النهائيه. مش عايز اعملها كده. هنعملها ازاي يا مستر عمر يا قمر؟ هنعملها ازاي؟ هضربها في الكونجكت اهو 10 على 2 بلس اي هضربها في الكونجكت اللي هو كام؟ 2 ماينس اي على 2 ماينس اي. يلا ها هضرب اللي فوق في اللي فوق 10 تايمز 2 20 10 تايمز اي نيجاتيف 10 اي اوفر. يلا هضرب دي في دي 2 تايمز 2 4 2 تايمز نيجاتيف اي نيجاتيف 2 اي اي تايمز 2 2 اي اي تايمز نيجاتيف اي نيجاتيف اي سكوير. يبقى تاني ها 10 تايمز 2 20 10 تايمز اي 10 اي. يلا ها 2 تايمز 2 4 2 تايمز نيجاتيف اي نيجاتيف 2 اي اي تايمز 2 2 اي اي تايمز نيجاتيف اي نيجاتيف اي سكوير. يبقى 20 ماينس 10 اي اوفر. هنعمل ايه؟ تو دي راحت مع دي. طب هي اي سكوير بكام؟ اي سكوير بكام؟ اي سكوير بنيجاتيف 1 نيجاتيف 1 مع نيجاتيف تبقى بوزيتيف 1 يبقى 4 بلس 1 حلو. يبقى 20 ماينس 10 اي على كام؟ 4 بلس 1 اللي هي 5. تعرف تعمل ديفايدد؟ اه 20 ديفايدد 5 تبقى 4. يلا 10 divided 5 تبقى كام؟ تبقى 2i. يبقى تاني 20 divided 5 تبقى 4 10 divided 5 تبقى 2i. يبقى هنا يا باشمهندس عشان نخلي الديفيجن حاجه عاديه بنضرب في الكونجكت. ضربت في الكونجكت اللي هو كام؟ 10 على 2 بلس i ضربتها في كام؟ 2 ماينس i 2 ماينس i. يلا 10 تايمز 2 20 10 تايمز i 10i 2 تايمز 2 4 2 تايمز نيجاتيف اي نيجاتيف 2 اي اي تايمز 2 2 اي اي تايمز نيجاتيف اي نيجاتيف اي سكوير. طب هي نيجاتيف اي سكوير بكام؟ بنيجاتيف 1 هتروح مع مين؟ يلا 4 نيجاتيف 1 اه نيجاتيف 1 وجنبها نيجاتيف بقت بلس 1 4 بلس 1 5. طب فوق اهي 20 ماينس 10 اي 20 ديفايدد 5 تبقى 4 10 ديفايدد 5 تبقى 2 اي.
جميلة يا زوز، جميلة يا مستر، يا قمر، يا عسل. equality of two complex. ازاي نعرف بقى نساوي لو انا عندي equation؟ ازاي نعرف نساوي الاثنين ببعض، اليمين بالشمال، left hand side بايه؟ بالright hand side. تعال نشوف كده اهو. اولا قال لك الرول ان احنا بنساوي الريل ايكوال الريل والكومبلكس ايكوال الكومبلكس. يبقى بنعمل ايه؟ بنساوي الريل بالريل والكومبلكس بالايه؟ بالكومبلكس. يعني ايه؟ يعني هنا مثلا هساوي مين بمين؟ هساوي الريل بالريل، يعني هقول اكس ايكوال 7. ما هو ده ريل وده ريل، يبقى اكس ايكوال 7. طب تاني واحدة، الاي هتروح مع الاي، يبقى الواي ايكوال 5. يبقى هنساوي مين بمين؟ هنساوي الريل بالريل اهو، اكس ايكوال 7. تاني واحدة ضيع الاي مع الاي، يبقى واي ايكوال 5. طيب السؤال اللي بعديه، هنساوي مين بمين؟ اهو السؤال اللي بعديه بيقول لك ايه؟ اكس بلس 2 بلس 3 واي ماينس 1 اي ايكوال 7 بلس 5 اي. هنعمل ايه؟ هنساوي الريل بالريل، الحاجات اللي ما فيهاش اي ايكوال الحاجات اللي ما فيهاش اي الناحيه الثانيه. اهو ده الايكوال طبعا، اهي هعمل عليها هايلايتر، هساوي الحاجه اللي اهو دي هساويها بمين؟ ب 7. يبقى هقسم كده الصفحه، هقول اكس بلس 2 ايكوال 7. ماشي، هودي مين هناك؟ هودي 2 هناك. يبقى x equal 7 minus 2 يعني x equal 5. طيب هنساوي الناحية التانية، مين بقى الناحية دي؟ لا مين؟ ها 3y minus 1 equal 5. شيل i مع الi، هودي ال 1 هناك، يبقى 3y equal 5 plus 1، يبقى 3y equal 6، يبقى الy 6 divided 3 يبقى الy ب 2. يبقى اول حاجه اكس بلس 2 ايكوال 7، هودي ال 7 هناك تبقى 7 ماينس 2 5. تاني واحده 3 واي ماينس 1 ايكوال 5، هودي دي هنا 5 بلس 1 تبقى 6، 6 ديفايدد 3 تبقى كام؟ 2. السؤال اللي بعديه بيقول لك ايه في السؤال اللي بعديه؟ بص بقى الذكاء اهو، 2x بلس 3y اي ايكوال 7 بلس اي 2 بلس اي. يبقى انا لازم اخلص دي عشان دول مالتبلاينج. ايوه دول مالتبلاينج، يبقى لازم اخلصهم. هكتب دي زي ما هي 2x بلس 3y اي. طب دول هعملهم بالكالكوليتر اهو، 7 بلس اي لاقي ان جي، 2 بلس اي لاقي ان جي، هضربهم في بعض هيديني كام؟ هيديني كام؟ هيديني كام؟ هيديني كام؟ هيديني 13 زائد 9 اي. يا اما يا اما يا اما يا اما يلا 7 تايمز 2 14، 7 تايمز اي 7 اي، اي تايمز 2 2 اي، اي تايمز اي اي سكوير، اي سكوير بكام؟ بنيجاتيف 1. 14 ماينس 1 13، 7 بلس 2 تبقى 9 اي. يلا هنساوي الريل بالريل. يعني ايه الريل بالريل؟ يعني 2 اكس ايكوال كام الناحيه الثانيه؟ ايكوال 13. يبقى الاكس 13 ديفايدد 2 تبقى الاكس ايكوال 6.5. طب تاني واحده هضيع الاي مع الاي، يبقى 3 واي ايكوال 9، يبقى الواي ايكوال 9 ديفايدد 3 تبقى الواي بكام يا باشمهندس؟ ب 3. يبقى الاكس ب 6.5 والواي بكام؟ ب 3. السؤال اللي بعديه بيقول لك ايه؟ 3 ماينس 2 اي اول بار 2 ايكوال اكس بلس واي اي. هنعمل فيها ايه؟ هنفك البراكت ده باشا اهو، 3 ها 3 ماينس 2 اي اول بار 2 اهو، 3 ماينس 2 اي اول بار 2 هتطلع بكام؟ 5 ماينس 12 اي. يبقى انا هاجي هنا هشيل دي كلها وهكتب مكانها 5 ماينس 12 اي ايكوال x بلس y i. هنساوي مين بمين؟ الريل بالريل. يعني ايه؟ يعني هقول x ايكوال 5 وتاني واحده الاي هتروح مع الاي، يبقى y ايكوال نيجاتيف 12. يبقى انا فكيت دي، بعد ما فكيتها سويت الليفت هاند سايد بالرايت هاند سايد. طيب انا عايز اعمل بقى، مش عايز اجيب دي بالكالكوليتر،
بنعملها ازاي؟ 3 ماينس 2 اي اول باور 2، الاول باور 2 والثاني باور 2. يلا ها 3 باور 2 تبقى 9، دي باور 2 تبقى 4 اي باور 2 لان النيجاتيف هتبقى بوزيتيف عشان باور 2. بعد كده حط نفس الاشاره اللي هي كام؟ نيجاتيف. ونعمل ايه؟ 3 تايمز 2 تايمز 2، 3 تايمز 2 6، 6 تايمز 2 تبقى 12 اي. طب يبقى 9 ماينس كام؟ 9 ماينس كام؟ ماينس كام؟ ماينس 12 اي. اي سكوير اي سكوير بنيجاتيف 1، نيجاتيف 1 تايمز 4 تبقى نيجاتيف 4. والنبي يبقى حط الحاجات اللي هي اي ايكوال اي، اي بار 2 نيجاتيف 1، اي بار 3 نيجاتيف اي، اي بار 4 1. حطها علقها قدامك على المكتب عشان تفتكرها لو سمحت. تمام، قال يعني انت لو علقتها على المكتب هتفتكرها يعني. ماشي. ها يلا هتبقى كام؟ اي سكوير بنيجاتيف 1، 4 تايمز نيجاتيف 1 بنيجاتيف 4. يلا 9 ماينس 4 تبقى كام؟ تبقى 5 ماينس 12 اي. اهي اهي يا يعني انا ممكن اعملها بالكالكوليتر او ممكن اجيبها بالخطوات وبعد كده اساوي اكس ايكوال 5 واي ايكوال نيجاتيف 12. السؤال اللي بعديه يا هندسه اهو بيقول لك ايه في السؤال اللي بعديه؟ تاني على 2 بلس اي ايكوال اكس بلس واي اي. هنعمل فيها ايه دي يا مستر؟ ولا حاجه، هكتب 10 على 2 بلس اي هتطلع 4 ماينس 2 اي لو عايز اكتبها بالكالكليتر. طب لو عايز اعملها بالخطوات هقول 10 هو ده ديفيجن على 2 بلس اي هضربها في الكونجكت. مين الكونجكت؟ 2 ماينس اي على 2 ماينس اي. يلا 10 تايمز 2 20، 10 تايمز اي 10 اي. يلا 2 يلا 2 تايمز 2 4، 2 تايمز نيجاتيف اي نيجاتيف 2 اي، اي تايمز 2 تبقى 2 اي، اي تايمز نيجاتيف اي تبقى نيجاتيف اي سكوير يبقى 20 اهو ماينس 10 اي اوفر نيجاتيف 2 اي هتروح مع بوزيتيف 2 اي، الاثنين يروح مع بعض هتبقى 4 ماينس اي سكوير. طب هي اي سكوير بكام؟ اي سكوير بنيجاتيف 1. اي سكوير بكام؟ بنيجاتيف 1. يبقى 20 ماينس 10 اي اوفر هي دي بنيجاتيف 1، نيجاتيف 1 ماينس تبقى 5. يلا هنعمل ده على ده مره، 20 على 5 تبقى 4 ماينس 10 على 5 يبقى 2 اي، يبقى 4 ماينس 2 اي، يبقى 4 ماينس 2 اي ايكوال اكس بلس واي اي. يلا يبقى اكس ايكوال كام؟ اكس ايكوال 4، الاي هتروح مع الاي يبقى واي ايكوال نيجاتيف 2. خلصنا. ندخل على ايه بقى؟ ايوه ندخل على ايه بقى؟ اهو واحده كمان، 2 بلس اي في 2 ماينس اي، ممكن اكتب دي كلها يا مستر اهو اهو 2 بلس اي افتح براكت ها 2 بلس اي فوق ماشي ادي براكت 2 بلس اي 2 بلس اي واقفل البراكت وافتح براكت تاني 2 ماينس اي حلو اوفر 3 بلس 4 اي طلعت كام؟ هتطلع دي كلها دي كلها كلها هتطلع 3 على 5 ماينس 4 على 5 اي، كل الكلام ده ايكوال اكس بلس واي اي. يلا هنساوي الريل بالريل، مين الريل؟ ده الريل وده الريل. يعني كام؟ ها الاصفر بالاصفر. طب والايميجن بالايميجن اللي هو ده، الاحمر بالاحمر، الحاجات اللي فيها اي. طيب يعني كام من الاخر؟ يعني اهو اكس ايكوال 3 اوفر 5. طب والتانية الاي هتروح مع الاي يبقى واي ايكوال نيجاتيف 4 على 5. يبقى تاني اكس ايكوال 3 اوفر 5، الواي هتبقى ايكوال نيجاتيف 4 على كام؟ على 5. واحدة تقول لي طب وانا دي اكتبها بالكالكوليتر ولا اجيبها بالخطوات؟ يا ست الكل يا ست الكل يا ست الكل عادي اعملها بالخطوات، انا بس جبتها لك اختصرتها لك. طب عايز اعملها بالخطوات سهلة، هضرب ده في ده 2 في 2 ب 4. يلا 2 تايمز نيجاتيف اي يبقى نيجاتيف 2 اي، اي تايمز 2 تبقى 2 اي،
اي تايمز نيجاتيف اي، نيجاتيف اي سكوير على كام؟ على 3 بلس 4 اي. مين هيروح مع مين؟ دي هتروح مع دي. طب اي سكوير اي سكوير اي سكوير اي سكوير اي سكوير بنيجاتيف 1. نيجاتيف 1 وهنا نيجاتيف تبقى بلس 4 بلس 1 تبقى 5 على 3 بلس 4 اي. بس كده لا هضربها في الكونجكت 3 ماينس 4 اي على 3 ماينس 4 اي. يلا هنضربها 5 تايمز 3 15 5 تايمز 4 20 اي. يلا هنضرب 3 تايمز 3 اهو نضرب الاثنين اللي تحت في بعض 3 تايمز 3 9 3 تايمز نيجاتيف 4 نيجاتيف 12 اي 4 تايمز 3 12 اي 4 تايمز نيجاتيف 4 نيجاتيف 16 اي سكوير. دي هتروح مع دي يبقى 15 ماينس 20 اي اوفر 9 دي اي سكوير. اي سكوير بنيجاتيف 1 نيجاتيف 1 في نيجاتيف 16 بوزيتيف 16 9 بلس 16 تطلع ب 25. هعمل ده على ده مره تبقى 3 اوفر 5. هعمل ده على ده مره تبقى نيجاتيف 4 اوفر 5 اي. يبقى الاجابه 3 على 5 و 4 على 5 اي. يلا بينا بقى يا باشمهندس يا باشمهندس هنبدا ايه بقى؟ هنبدا ناخد التشوز بتاع المعاصر كله والاسئله بتاعت المعاصر كلها الاي سي والاسئله كمان الهاي ستاندرد. يلا يا زوز يلا يا زوز يلا بينا يا زوز بقى ايه ندخل على التشوز بتاع ايه بتاع المعاصر. احل لك كل الواجب بتاع المعاصر التشوز واسئله مقالي وهاي ستاندرد ليفل. جاهز؟ لازم تبقى جاهز عشان في اخر الحصه في قصه رعب هتموت من الرعب هتموت من الرعب في اخر الحصه. طيب يلا بينا يلا بينا يا زوز. ها بيقول لك ايه اول سؤال خالص which of the following imaginary number. طيب مين هنا الايماجينري نمبر؟ حلو الايماجينري نمبر اللي هو بيبقى فيه اي. هل دي فيها اي؟ لا. هل دي فيها اي؟ لا. هل دي فيها هي اي بار 2 بكام؟ اي بار 2 بنيجاتيف 1 يبقى دي مش ايماجينري. نيجاتيف 5 روت نيجاتيف 5 يبقى روت 5 اي. يبقى الوحيده اللي فيها ايماجينري نمبر هي روت نيجاتيف 5. السؤال اللي بعديه يبقى اي بار 2 هتخدعك. اي بار 2 بكام؟ بنيجاتيف 1. طيب السؤال اللي بعديه اي بار 24 يلا ها 24 ديفايدد 4 مش انا قايل لك تعمل ديفايدد 4 24 ديفايدد 4 نفعت ولا ما نفعتش؟ نفعت. يبقى الاجابه بكام يا زوز؟ ب 1. السؤال اللي بعديه يلا simplest form بتاعت مين؟ بتاعت اي باور 45. اي باور 45 45 ديفايدد 4 ما تنفعش. انا قايل لك تقسم على الاربعه هنزل واحده 44 ديفايد نفعت 44 ديفايدد 4 نفعت. نزلت كام واحده؟ واحده. يبقى الاجابه كام؟ اي. السؤال رقم اربعه السؤال رقم 4 اي باور نيجاتيف 30 انا قايل لك لو هي نيجاتيف هنطلع لفوق 31 ديفايدد 4 ما تنفعش 32 ديفايدد 4 نفعت. طلعت كام واحده فوق؟ 2. يبقى اي باور 2. طب هي اي باور 2 بكام يا زوز؟ بنيجاتيف 1. السؤال رقم 5 اي باور نيجاتيف 45 اي بار نيجاتيف 45 نيجاتيف 45 ديفايدد 4 ما تنفعش 46 ما تنفعش 47 ما تنفعش 48 نفعت. طلعت كام واحده لفوق؟ 3. يبقى اي بار 3. طب اي بار 3 بكام؟ بنيجاتيف اي. يبقى الاجابه هتبقى نيجاتيف اي. السؤال اللي بعديه رقم 6 واحد على اي باور 199 هطلع دي فوق الاول تبقى اي باور نيجاتيف 199. حلو نيجاتيف هنعمل ايه؟ هننزل ولا نطلع؟ نطلع. 200 نفعت ولا ما نفعتش؟ ديفايدد 4 نفعت. طلعت كام واحده؟ طلعت واحده. يبقى اي. السؤال اللي بعديه رقم 7 اي باور 26 بلس اي باور 28 هي 26 ديفايدد 4 ما نفعتش 27 ما نفعتش 28 نفعت. طلعت كام واحده؟ 2. يبقى اشيل دي واحط مكانها اي باور 2 بلس
اي بار 28 تنفع على 4 تنفع يبقى الاجابه ب 1. طب هي اي بار 2 بكام؟ بنيجاتيف 1. نيجاتيف 1 بلس 1 يبقى الاجابه بكام؟ ب 0. السؤال رقم 8. ها 1 على اي بار 15 بلس اي بار 21 هطلع اي بار 15 فوق تبقى اي باور نيجاتيف 15 بلس اي باور 21. يلا اي باور نيجاتيف 15 نيجاتيف 15 ديفايدد 4 ما تنفعش 16 نفعت طلعت كام؟ واحده. واحده يبقى اي اي باور 21 ديفايدد 4 ما تنفعش هنزل 20 نفعت نزلت كام؟ واحده. اي واحده اي بلس اي يا زوزي يبقى كام؟ اي يا زوزي يا قمر 2 اي. السؤال اللي بعديه رقم 9. 5 اي باور 7 ايوه 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 4 اي بار نيجاتيف 1 5 اي بار 7 اي بار 7 تنفع؟ لا 6 لا 5 لا 4 اه نزلت كام واحده؟ 3 يبقى 5 اي بار 3 حلو. والتاني اي بار نيجاتيف 1 هنطلع 2 ما تنفعش 3 ما تنفعش 4 نفعت طلعت كام واحده؟ 3 يبقى 4 اي بار 3 هنجمع دول 5 بلس 4 تبقى 9 اي بار 3 جمعتهم عشان هم نفس ال الكوفيشنت اللي هو اي بار 3. طب هي اي بار 3 بكام يا مستر؟ اي بار 3 اي بار 3 بنيجاتيف اي يبقى 9 تايمز نيجاتيف اي تبقى نيجاتيف 9 اي. السؤال اللي بعديه رقم 10. 1 بلس اي بلس اي يا نهار اسود يا نهار اسود 1 بلس اي بلس اي بار 2 بلس اي بار 3 بلس اي بار 4 اوعى تخاف اوعى يخوفك اوعى يغرك جسمك 1 بلس اي بلس اي بار 2 اللي هي نيجاتيف 1 بلس اي بار 3 اللي هي نيجاتيف اي بلس اي بار 4 اللي هي 1. حلو مين هيروح مع مين؟ 1 هتروح مع نيجاتيف 1 اي هتروح مع نيجاتيف اي ايه اللي هيفضل؟ 1 يبقى الاجابه هنا 1. السؤال رقم 11 بيقول لك ايه؟ ها اي باور 8 ان ماينس 3 هعملها اي باور 8 ان تايمز اي باور نيجاتيف 3. حلو اي باور 8 ان تايمز اي باور نيجاتيف 3 دي بواحد تايمز اي بار نيجاتيف 3 نيجاتيف 3 ما تنفعش اطلع واحده 4 نفعت ولا ما نفعتش؟ نفعت طلعت كام واحده؟ واحده يبقى اي 1 تايمز اي يديني كام؟ اي. السؤال رقم 12 بيقول لك ايه يا زوز يا قمر يا عسل اي بار نيجاتيف 8 ان يا باشا 8 ديفايدد 4 نفعت اي يبقى الاجابه بكام؟ بواحد. السؤال رقم 13 اي باور 4 ان بلس 42 هعملها اي باور 4 ان تايمز اي باور 42. طب هي اي باور 4 ان بكام؟ بواحد. اي باور 42 ديفايدد 4 ما تنفعش 41 ما تنفعش 40 نزلت كام واحده؟ 2 يبقى 1 تايمز هي اي باور 2 بكام؟ بنيجاتيف 1 يبقى الاجابه نيجاتيف 1. السؤال اللي بعدي 14 4 minus 7 i co additive inverse additive inverse additive inverse additive inverse بنغير كل الساين تاني غير كل الساين تاني غير كل الساين يلا غير كل الساين يبقى كام؟ ها تبقى negative 4 plus 7 i additive inverse بنغير كل الساين تاني غير كل الساين يلا مش السؤال رقم 15 كونجكت كونجكت بنغير الساين اللي قبل الاي بس تاني بنغير الساين اللي قبل الاي بس تاني مش عاجبين غير الساين اللي قبل الاي بس اهو مين اللي قبل الاي دي تبقى نيجاتيف 3 اي ماينس 4 يبقى الاجابه بي. السؤال اللي بعديه رقم 16 1 ماينس اي بار 2 عايز الكونجكت طب هنعمل ايه؟ هي اي بار 2 بكام؟ اي بار 2 بنيجاتيف 1
يبقى 1 ماينس نيجاتيف 1. 1 ماينس نيجاتيف 1 2. الكونجكت يا باشا الكونجكت غير الاشاره اللي قبل الاي. اذا كان هنا مفيش اي اصلا يبقى الاجابه دي رقم 16. انا حاسس ان فيها دي اي اصلا. انا قري غلط معلش انا قري غلط معلش 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 كلام لا يسهو. ها هتبقى اي نيجاتيف نيجاتيف يبقى بلس 1. بنعمل ايه؟ بنغير الاشاره اللي قبل الاي. يعني كام؟ هتبقى نيجاتيف اي بلس 1. دي كونجكت اللي هي عباره عن مين؟ عباره عن 1 ماينس اي. السؤال رقم 17. الكونجكت بتاع مين؟ الكونجكت بتاع نيجاتيف 8. نيجاتيف 8 الكونجكت بنغير الاشاره اللي قبل الاي. اذا كان اصلا مفيش اي يبقى الاجابه كام؟ الاجابه نيجاتيف 8 زي ما هي. السؤال اللي بعديه 18. بيقول لك ايه؟ كونجكت بتاع مين بقى؟ بتاع 2 بلس اي اول باور 2. ممكن اكتب 2 بلس اي اول باور 2. اكتبها على الكالكليتر 2 بلس اي اول باور 2. اهو 2 بلس اي اول باور 2 هكتبها على الكالكليتر هتطلع. طيب وممكن حد يقول لي يا مستر افكها وانا معرفش افكها. 2 باور 2 بكام؟ 4. اي باور 2 ها؟ هضرب ده في ده في 2، 2 في اي ب 2 اي، في 2 تبقى 4 اي. طيب يبقى 4 بلس 4 اي، اي بار 2 بكام؟ نيجاتيف 1، 4 ماينس 1 تبقى 3 بلس 4 اي. الكونجكت هنغير الاشاره اللي قبل الاي بس يبقى 3 ماينس 4 اي، اللي هي الاجابه دي. السؤال اللي بعديه 19. روت نيجاتيف 16 قلت لك روت نيجاتيف 16 تبقى 4 اي، روت نيجاتيف 9 تبقى 3 اي، روت نيجاتيف 25 تبقى 5 اي وهكذا. السؤال اللي بعديه رقم 20. روت 2 هكتبها تايم روت 8 اللي هي روت 8 اي. هضرب الاثنين دول في بعض يبقى روت 16 اي، روت 16 اي 2 في 8 ب 16 يبقى الاجابه 4 اي. السؤال رقم 21. روت نيجاتيف 18 تبقى روت 18 اي، روت نيجاتيف 12 يبقى روت 12 اي. هضرب الاثنين في بعض بالكالكوليتر بالكالكوليتر تطلع اي في اي باي بار 2، وهنا هضرب دي في دي هضرب دي في دي بالكالكوليتر تطلع 6 روت 6. طب يبقى 6 روت 6 في اي بار 2 اللي هي نيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 6 روت 6. السؤال اللي بعديه رقم 22. نيجاتيف 4 اي تايمز نيجاتيف 6 اي. نيجاتيف 4 اي تايمز نيجاتيف 6 اي يبقى 24 اي بار 2. يعني 24 اي بار 2 بكام؟ بنيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 24. السؤال اللي بعديه رقم 23. 3 اي تايمز نيجاتيف 2 اي، 3 اي تايمز نيجاتيف 2 اي هنعملها ازاي؟ هضرب ده في ده ازاي؟ تعال نشوف كده تعال نشوف كده. ها 3 اي 3 في نيجاتيف 2 بنيجاتيف 6، اي في اي باي بار 2 يبقى نيجاتيف 6 تايمز اي بار 2 بنيجاتيف 1، نيجاتيف 6 تايمز نيجاتيف 1 تطلع بكام؟ ب 6. السؤال رقم 24. هنعمل ايه يا باشمهندس؟ هنزل الباور الاول تاني، هنزل الباور الاول. يلا ها نزل الباور. نيجاتيف 2 بار 3 نيجاتيف 8 اي بار 3 تايمز ها نيجاتيف 3 بار 2 تبقى 9 اي بار 2. النيجاتيف راحت اشمعنى؟ عشان ده باور ايفن، لكن هنا النيجاتيف ما راحتش عشان ده باور اود. نيجاتيف 8 في 9 تبقى نيجاتيف 72 اي بار 3 في اي بار 2 اي بار 5 يبقى نيجاتيف 72 تايمز اي بار 5. تنفع على 4؟ لا هنزل واحده. 4 تنفع؟ نزلت كام واحده؟ واحده يبقى نيجاتيف 72 اي يبقى الاجابه هنا نيجاتيف 72 اي. السؤال رقم 25.
3 بلس 2 اي بلس 2 ماينس 5 اي ادينج ادينج يا زوز يا زوز يا زوز ايه ادينج يا زوز بنعمل ايه؟ بنجمع الريل على الريل تاني اجمع الريل على الريل واجمع الكومبلكس على الكومبلكس اهو 3 بلس 2 ده الريل على الريل تبقى 5 2 اي بلس نيجاتيف 5 اي يبقى نيجاتيف 3 اي يبقى 5 ماينس 3 اي. السؤال رقم 26 يا زوزي يا قمر ها ماينس يا لهوي ياما ماينس يا اما اكتب دي كلها بالكالكليتر على بعض يا اما نعمل ماينس بدماغنا نكتب الاي زي على الكالكليتر مود 2 وبعد كده اكتب الاي في زرار على الشمال هتلاقيه مكتوب اسمه اي ان جي اي ان جي ها يلا اطرح اطرحها بدماغك ها 2 ماينس 4 نيجاتيف 2 5 ماينس نيجاتيف 2 تبقى 7 اي كل الكلام ده ايكوال اكس بلس واي اي الريل قد الريل يعني اكس ايكوال نيجاتيف 2 الاي هتروح مع الاي يعني الواي ايكوال 7 طب هو عايز اكس بلس واي يبقى نيجاتيف 2 بلس 7 تبقى الاجابه كام؟ 5 السؤال اللي بعديه 12 ماينس 5 اي بار 17 ماينس 7 يا لهوي بالكالكوليتر كلها على بعض بس الاول اختصر 12 ماينس 5 هي اي بار 17 تنفع ال 4 لا 16 تنفع نزلت كام واحده واحده يبقى اي ماينس 7 ماينس روت نيجاتيف 81 اللي هي 9 اي هطرح الاثنين دول من بعض يلا 12 ماينس 7 5 نيجاتيف 5 اي ماينس نيجاتيف 9 اي بلس 4 اي يبقى 5 بلس 4 اي يعني الاجابه سي. السؤال اللي بعديه رقم 28 1 ماينس 2 اي ها هعمل دي كلها بالكالكليتر كلها بالكالكليتر هتطلع 28 الاجابه 4 السؤال اكتب عليها كالكليتر مود 2 وانت عارف الاي بتتكتب ازاي بس ما تنساش البراكتس يا باشمهندس 4 ماينس 3 اي بلس دي مش بلس دي تايمز دي تايمز مش بلس عايزين نصلحه دي هنا تايمز يلا هنضربهم ازاي يا باشا عادي ممكن اضربها بالكالكليتر عادي وهتطلع الاجابه 25 تمام بس انا هعملها لك برضو بالخطوات يلا 4 هضربها في 4 تبقى ب 16 4 هضربها في 3 12 اي نيجاتيف 3 هضربها في 4 نيجاتيف 12 اي نيجاتيف 3 هضربها في 3 نيجاتيف 9 اي بار 2 يبقى 16 حلو 12 اي هتروح مع نيجاتيف 12 اي تبقى 16 ماينس 9 اي بار 2 يعني 16 ماينس 9 تايمز كام الاي بار 2 اللي هي نيجاتيف 1 يبقى 16 بلس 9 تبقى 25 يبقى الاجابه هنا كام؟ 25 السؤال رقم 30 1 بلس اي بار 4 السؤال ده مهم جدا 1 بلس اي بار 4 تايمز 1 ماينس اي بار 7 هنعملها ازاي؟ هي اي بار 4 بكام؟ بواحد يبقى 1 بلس 1 1 ماينس اي بار 7 7 ديفايدد 4 ما تنفعش 6 ما تنفعش 5 ما تنفعش 4 نفعت يبقى نزلت كام واحده اي بار 3 كل الكلام ده ايكوال اكس بلس كام بلس واي اي طب مستري نعم مستري نعم بيقول لك ايه 1 بلس 1 2 1 ماينس هي اي بار 3 بكام؟ اي بار 3 اي بار 3 اي بار 3 انا فاكرها اي بار 3 بكام؟ اي بار 3 بنيجاتيف اي كل الكلام ده ايكوال اكس بلس واي اي يلا يبقى 2 1 نيجاتيف مع نيجاتيف بلس اي كل الكلام ده ايكوال اكس بلس واي اي يلا هندخل ال 2 جوه يبقى اهو تاني اي بار 4 بواحد 1 بلس 1 تبقى 2 هنا 1 اي بار 7 تبقى اي بار 3 طب اي بار 3 نيجاتيف اي نيجاتيف مع نيجاتيف بوزيتيف هدخل ال 2 هنا هدخل ال 2 هنا تبقى 2 بلس 2 اي ايكوال اكس بلس واي اي يبقى اكس بكام يا باشا الريل قد الريل الريل قد الريل الريل قد الريل واللي فيها اي قد اللي فيها اي يعني اكس ايكوال كام يعني اكس ايكوال 2
والاي هتروح مع الاي والواي ايكوال 2. هو عايز اكس بلس واي يعني 2 بلس 2 هتطلع ب 4. خلي بالك دي امتحان الشهر. السؤال رقم 31 اكس بلس واي اي برضه امتحان الشهر اهو. اكس بلس واي اي اي بار 43 ما تنفعش، 42 ما تنفع، 40 نفعت. نزلت كام واحده؟ 3. يبقى اي بار 3 بلس 3 روت نيجاتيف 4. هعملها كلها بالكالكوليتر بس بعد ما اكون مظبط المساله مود كومبلكس هتطلع 6 اي. حلو. طيب يلا يبقى اكس بلس واي اي اي بار 3 اللي هي نيجاتيف اي بلس 6 اي يبقى اكس بلس واي اي ايكوال 5 اي. يبقى الاكس بكام؟ يبقى الاكس ب 0 والاي هتروح مع الاي يبقى الواي ب 5. يبقى اكس ب 0 واي ب 5. هو عايز ايه؟ عايز اكس بلس واي تبقى كام؟ 5. السؤال اللي بعديه اكس بلس واي اي ايكوال 3 بلس 2 اي برضو مهم. 3 بلس 2 اي ها بلس في البراكت 2 ماينس اي. اجمع يا باشا طالما بلس 3 بلس 2 5 2 اي بلس نيجاتيف اي تبقى بلس اي. كل الكلام ده ايكوال اكس بلس واي اي. يبقى اكس ايكوال كام؟ يبقى اكس ايكوال 5 والاي هتروح مع الاي يبقى الواي ايكوال 1. عايز ايه هو؟ يبقى 5 1. يبقى الاجابه هنا دي. السؤال اللي بعديه السؤال رقم 33 2 ماينس 3 اي يبقى اكس بلس واي اي ايكوال. هي 2 ماينس 3 اي هنعملها ازاي؟ هنفك البراكت اللي عليه بار 2 ها. يا اما نعمل دي كلها بالكالكليتر. اعملها بالكالكليتر بدل ما نقعد نفك. هنعملها بالكالكليتر هتطلع يا هندسه يا هندسه يا هندسه نيجاتيف 5 ماينس 12 اي. يلا الريل قد الريل والاي قد الاي. الريل قد الريل والاي قد الاي. يعني مين؟ يعني اكس ايكوال نيجاتيف 5 واي ايكوال نيجاتيف 12. هو عايز ايه؟ عايز يجمع الاثنين. يبقى نيجاتيف 5 بلس نيجاتيف 12 تبقى نيجاتيف كام؟ 17. السؤال رقم 34 اكس بلس واي اي ايكوال 1 على اي. طيب بقول لك ايه؟ نعم بقول لك ايه؟ نعم. هي واحد دي اللي هي كام؟ يبقى اكس بلس واي اي ايكوال الواحد دي اللي هي اي بار 4. اي بار 4 على اي تبقى اي بار 3. يبقى اكس بلس واي اي ايكوال اي بار 3. هي اي بار 3 بكام؟ بنيجاتيف اي. طيب يبقى اكس ايكوال كام؟ بزيرو. اكس ايكوال زيرو. طب الواي؟ الاي هتروح مع الاي يبقى الواي بنيجاتيف 1. يبقى اكس بزيرو واي بنيجاتيف 1 يبقى 0 بلس نيجاتيف 1 تبقى نيجاتيف 1. يبقى الاجابه سي. السؤال رقم 35 يبقى انا عملت ايه؟ معلش في 34 تاني 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 34 عملت ايه؟ ولا عملت اي حاجه. شلت ال1 حطيت مكانها اي بار 4. اي بار 4 على اي بنطرح بقت اي بار 3. طب اي بار 3 بنيجاتيف اي. يلا هنا الاكس اللي هو الريل مفيش حاجه قده الناحيه الثانيه يبقى بزيرو. طب الواي ايكوال نيجاتيف 1. هو عايز ايه؟ هنجمع الاثنين. خلصت. السؤال رقم 35 هنساوي الريل بالريل. هنساوي الريل بالريل والايميجن بالايميجن. يعني كام؟ يعني 4 بي ايكوال 12 وتاني واحده الاي هتروح مع الاي يبقى 3 اي ايكوال نيجاتيف 27. يبقى البي ايكوال 12 على 4 يبقى البي ايكوال 3. طب تاني واحده الاي ايكوال نيجاتيف 27 على 3 يبقى نيجاتيف 9. طب هو عايز ايه بلس بي؟ يعني نيجاتيف 9 بلس 3 تبقى نيجاتيف كام يا باشمهندس؟ 6. يبقى تاني 4 بي ايكوال 12 يبقى البي 12 ديفايدد 4 تبقى 3. 3 اي ايكوال نيجاتيف 27 يبقى الـ A نيجاتيف 27 على 3 نيجاتيف 9. خلاص A بلس B. شكرا. السؤال رقم 36 A 3X يلا ماينس 2 YI ايكوال
5 minus 2 i all bar 2 هي 5 minus 2 i all bar 2 ممكن اعملها بايه؟ ممكن نعملها بالكالكليتر. هتطلع كام؟ 36. هتطلع كام؟ هتطلع كام؟ هتطلع كام؟ هتطلع 21 minus 20 i. يلا بعد كده هنعمل ايه؟ الشمال قد اليمين، الريل قد الريل، الريل قد الريل اهو. يعني كام؟ يعني 3 اكس ايكوال 21. وتاني واحدة نيجاتيف 2 واي اللي فيه اي ايكوال اللي فيه اي ايكوال نيجاتيف 20. الاي طبعا بتروح مع الاي. اكس ايكوال 21 ديفايدد 3 باكس ايكوال 7. نيجاتيف هتروح مع نيجاتيف. y equal 20 divided 2 تبقى 10. عايزين y minus x تبقى 10 minus 7 تبقى كام؟ تبقى 3. السؤال رقم 37. The solution said x bar 2 plus 4 equal 0. هقول x bar 2 plus 4 equal 0. هودي ال 4 هناك يبقى x bar 2 equal negative 4 يبقى ال x equal root negative 4 positive or negative 2i. يبقى الإجابة هنا دي. السؤال اللي بعديه يا مستر عمر يا قمر. 9x bar 2 plus 4 هقول 9x bar 2 equal negative 4 يبقى x bar 2 equal negative 4 على 9 يبقى x equal root negative 4 على 9 هتطلع positive or negative 2 على 3i. يبقى الإجابة دي. السؤال اللي بعديه رقم 40. x minus 2i equal 3 plus yi. هنعمل ايه؟ هقول يبقى x equal 3 ونيجاتيف 2i equal yi. الاي هتروح مع الواي يبقى الواي بنيجاتيف 2 وهنا الاكس ب 3 يبقى الاكس ب 3 يبقى 3 minus 2i يبقى الاجابه 3 minus 2i. السؤال اللي بعديه رقم 40. بيقول لك ايه؟ x بار 2 minus 2 x plus 2 رقم 40 هنعملها بالكالكوليتر هتطلع كام؟ اهو هقول ال a conjugate ال a بواحد general formula وال b بنيجاتيف 2 وال c ب 2. يلا ايه القانون؟ نيجاتيف b positive or negative b بار 2 minus 4 a c over 2 a. نيجاتيف b يعني positive 2 positive or negative b بار 2 نيجاتيف 2 بار 2 ماينس 4 في 1 في 2 على 2 ايه يعني 2 في 1 يبقى 2 بوزيتيف اور نيجاتيف. هحسب دي هتطلع نيجاتيف 4 اوفر 2 يبقى 2 بوزيتيف اور نيجاتيف. نيجاتيف 4 اللي هي 2 اي على 2 2 على 2 ب 1 و2 على 2 ب 1 يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف 1 اي يبقى 1 بوزيتيف اور نيجاتيف اي. السؤال اللي بعديه. طب ليه 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 عملت كده؟ ليه عملت كده؟ ليه عملت كده؟ اخدت 2 على 2 بواحد اهي و2 اي على 2 برضو بكام؟ بواحد. السؤال رقم 41. عايز المالتبليكيتف انفرس لده. المالتبليكيتف انفرس بنبدل يعني نجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت يعني هتبقى 2 اي بلس 1 هتبقى انه اجابه الإجابة C. السؤال اللي بعديه رقم 42. 42 بيقول لك ايه؟ في 42 في 42 في 42 عايز ايه؟ بيقول لك هنا Z1 conjugate Z1 and Z2 conjugate number. حلو يعني ايه conjugate number؟ بص Z1 conjugate of Z2. حلو السؤال ده. يعني لو Z1 equal A plus BI هتبقى Z2 A minus BI conjugate بغير الإشارة اللي قبل الآي. طب تعال بقى نجيب Z1 في Z2 هنضرب الاتنين في بعض. يلا تبقى A plus BI مضروبة في A minus BI هنضربهم ازاي؟ يلا A في A A bar 2 positive في negative negative B في B B bar 2 I square. حلو ليه؟ اهو difference between two square. A في A A bar 2 positive في negative في negative B في B B bar 2 I في I I square يبقى A bar 2 هي I square ب negative 1 I square بكام؟ I square بكام؟ I square ب negative 1. طيب negative 1
هضربها في نيجاتيف يبقى بلس بي بار 2. يبقى ايه بار 2 بلس بي بار 2؟ دي الحته دي. وزد 1 بلس زد 2 هجمع الاثنين دول. البي اي هتروح مع النيجاتيف بي اي، ايه اللي هيفضل؟ هيفضل 2 اي. هل هنا في الـ في الـ في الريزلت ده طلع في حاجه فيها اي؟ لا. يبقى الاجابه هنا ايه؟ ريل نمبر. السؤال اللي بعديه رقم كام؟ رقم كام؟ رقم كام؟ رقم 43. بيقول لك imaginary all the following imaginary، كلهم كلهم فيهم اي ما عدا ان واحده، ما عدا ان واحده، ما عدا ان واحده، ما عدا ان واحده، دي هتبقى روت 18 اي. طب دي 19 ديفايدد فور ما تنفعش، 18 لا، 16 نفعت، نزلت 3 يبقى نيجاتيف اي برضو فيها اي. انا عايز حاجه ما فيهاش اي. طب 1 بلس اي باور 6، تعالى نحسبها. 1 بلس اي باور 6 يعني اعملها باور 2، باور 2 كمان مره، باور 2 كمان مره. طب تعالى نحسب الاولانيه، انا عايز حاجه يبقى ما فيهاش اي. طب دي يلا هنفك دي، تبقى 1 باور 2 اي بار 2، الاول في الثاني في 2 يبقى 2 اي. 1 بلس 2 اي، اي بار 2 بنيجاتيف 1 دي هتروح مع دي يبقى 2 اي. هضربها في 2 اي، هضربها في 2 اي، 2 اي في 2 اي في 2 اي يبقى 8 اي بار 3. 8 اي بار 3 اللي هي نيجاتيف 8 اي، يبقى برضو فيها اي، يبقى مين الوحيده اللي مش هيبقى فيها اي؟ دي. طب نيجاتيف 8 اي تعرف تجيب الكونجكت بتاعها؟ اه تبقى 8 اي. السؤال رقم 44. 44 بيقول لك the following are not real، كلهم not real، كلهم فيهم اي except دي. اشمعنى 1 بلس اي باور 2 مضروبه في 1 بلس اي باور 2؟ ما كده تبقى 1 بلس اي باور 4. دي لسه عاملينها من شويه، الحته دي عاملينها طلعت بكام لما عملناها؟ طلعت ب 2 اي. اهو 1 بلس اي باور 2 طلعت بكام؟ طلعت ب 2 اي. يبقى انا هشيل دي واحط مكانها 2i، واشيل دي واحط مكانها 2i. 2 في 2 ب 4، i في i i سكوير. طب i سكوير بكام؟ بنيجاتيف 1. 4 تايمز نيجاتيف 1 تبقى بنيجاتيف كام؟ 4. اه يبقى دي ريل ما فيهاش i، يبقى هي دي الاجابه الصح. السؤال رقم 45. 3 بلس 3 اي بلس 3 اي بار 2 يبقى 3 بلس 3 اي، اي بار 2 بنيجاتيف 1، نيجاتيف 1 في 3 بنيجاتيف 3، اي بار 3 بنيجاتيف اي في 3 تبقى نيجاتيف 3 اي. طيب مين هيروح مع مين؟ 3 هتروح مع نيجاتيف 3 و3 اي هتروح مع نيجاتيف 3 اي، يبقى الاجابه هتفضل كام؟ تبقى كام؟ 0. السؤال رقم 46. كلهم مضروبين في بعض، تبقى 3 في 3، 3 في 3 ب 9، 9 في 3 ب 27، 27 في 3 ب 81. اي باور 1 واي باور 2 اي باور 3 واي باور 3 تبقى اي باور 6، يبقى 81 في اي باور 6. اي باور 6 ديفايدد 4 ما تنفعش، 5 ما تنفعش، 4 نفعت، نفعت يبقى نزلت 2، يبقى 81 في اي باور 2 اللي هي بنيجاتيف 1، يبقى 81 تايمز نيجاتيف 1 تطلع بنيجاتيف 81. السؤال اللي بعديه هنعمله بالايه بقى؟ بالكالكوليتر يا زوز. تبقى دي روت 3 اي ودي روت 1 على 3 اي. سوري انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف. روت 9 تبقى 3 اي، روت نيجاتيف 9 ودي نيجاتيف 1 على 3 اي. التلاته راحت مع التلاته، اي في اي اي سكوير وفي نيجاتيف، يبقى نيجاتيف اي سكوير. طب هي اي سكوير بكام؟ بنيجاتيف 1، نيجاتيف في نيجاتيف 1 تبقى بوزيتيف 1، يا اما لو معاك كالكوليتر تطلعها. خلصت. يلا بينا يا زوز على الاي سي، يلا بينا، يلا بينا يا مستر، ما تخافش يا زوز، يلا بينا. الاي سي بيقول لك ايه؟ 2 ماينس 5 اي اول بار 2، هنفكها ازاي؟ هنفكها ازاي؟ هنفكها ازاي؟ بص 2 ماينس 5 اي اول بار 2 هنفكها ازاي؟ بص يا باشا هتفك دي، الباور 2 بيتفك، دي 2 بار 2 ب 4، نيجاتيف 5 اول بار 2 25 اي بار 2، هضرب ده في ده في 2 تبقى نيجاتيف 20 اي، تبقى 4 ماينس 20 اي
طب هي اي سكوير طبعا ليه نيجاتيف؟ عشان هنا نيجاتيف وهنا نيجاتيف. اي سكوير بكام؟ اي سكوير بنيجاتيف 1. نيجاتيف 1 تايمز 25 بنيجاتيف 25. يلا 4 ماينس 25 يبقى نيجاتيف 21 ماينس 20 اي. السؤال اللي بعديه. السؤال اللي بعديه 1 بلس اي بار 4 هنعملها 1 بلس اي 1 بلس اي 1 بلس اي 1 بلس اي. حلو. يبقى دي كده 1 بلس اي بار 2 ودي كده 1 بلس اي بار 2 لسه حالين دي فكينا البار 2 طلعت هنا 2 اي ودي طلعت 2 اي هضربهم في بعض 2 في 2 ب 4 اي في اي باي بار 2 يعني 4 في نيجاتيف 1 تبقى بنيجاتيف 4. السؤال اللي بعديه السؤال رقم كام؟ رقم كام؟ رقم 3 مهم جدا. 1 ماينس اي بار 7 هنفك دي تبقى 1 ماينس اي يا لهوي 1 ماينس اي 1 ماينس اي يا لهوي 1 ماينس اي 1 كده 5 1 ماينس اي ادي 6 1 ماينس اي ادي 7 1 ماينس اي ادي 8 حياتي هتروح 1 ماينس اي ادي 9 1 ماينس اي ادي 10. طب اكيد باللوجيك كده باللوجيك اكيد مش هنعمل كل الهبل ده هناخد كل 2 مع بعض كل اتنين مع بعض كل اتنين مع بعض كل اتنين مع بعض بقت دي 1 ماينس اي اول بار 2 مضروبه في 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 1 ماينس اي اول بار 2 تايمز 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 تايمز. هحسب دي بدماغي او بالكالكوليتر هتطلع نيجاتيف 2 اي ودي نيجاتيف 2 اي اكيد ودي نيجاتيف 2 اي اكيد ودي نيجاتيف 2 اي اكيد ودي نيجاتيف 2 اي اكيد. اضرب بقى نيجاتيف 2 في نيجاتيف 2 بالكالكوليتر في نيجاتيف 2 بنيجاتيف 2 في نيجاتيف 2 تبقى نيجاتيف 32. اي 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 يبقى اي بار كام؟ 5. عايز تختصر اي بار 5 هتبقى اي بار كام؟ 1. طيب 26 over 3 minus 2i يبقى 26 over 3 minus 2i هضربها في كام؟ في الكونجكت طبعا ممكن اعملها بالكالكوليتر وتطلع 3 plus 2i على 3 plus 2i. طب هنعمل ايه بقى يا باشمهندس؟ يلا 26 times 3 وبعد كده 26 times 2 هتطلع هنا 52i. طيب 26 times 3 52 20 هتطلع هتطلع كام؟ 26 هضربها هنا 26 هضربها هنا 26 تايمز 3 طيب 12 هتطلع 72 52 بلس 26 تطلع كام؟ 78 تطلع هنا 78 اوفر 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 مين؟ اوفر تعال نضرب اللي تحت في بعض هنضربهم ازاي؟ ها 3 في 3 9 3 في 2 4 6 انا اسف انا اسف هتضرب حشيش تقريبا 3 في 3 ب 9 3 في 2 ب 6 نيجاتيف 2 في 3 نيجاتيف 6 النيجاتيف 2 في 2 بنيجاتيف 4 اي سكوير. موضوع كبير قوي موضوع كبير قوي موضوع كبير قوي. ايه مين هيروح مع مين؟ ده هيروح مع ده. حلو. تبقى 78 بلس 52 اي اوفر 9 هي اي سكوير بكام؟ اي سكوير بنيجاتيف 1 نيجاتيف 1 هضربها في نيجاتيف 4 تبقى بوزيتيف 4 يبقى 78 بلس 52 اي اوفر 9 بلس 4 اللي هي 13. يلا 52 ديفايدد 13 و 78 ديفايدد 13 هنعمل ايه؟ اهو هنعمل ده على ده مره ونعمل ده على ده مره 52 ديفايدد 13 تبقى ب 4 اي 78 ديفايدد 13 تبقى بكام؟ 5 ولا 6 يبقى 6 بلس 4 اي يبقى a بلس b 6 بلس 4 اي. سولف each of the following equation. حلو 3x بار 2 بلس 12 ايكوال 0 هنعمل فيها ايه دي يا مستر؟ اهو بص حول 3x بار 2 حول 3x بار 2
ايكوال حواد دي هنا يبقى نيجاتيف 12 يبقى اكس بار 2 نيجاتيف 12 ديفايد 3 تبقى نيجاتيف 4 يبقى اكس ايكوال روت نيجاتيف 4 تبقى بوزيتيف اور نيجاتيف 2 اي. السؤال اللي بعديه 4x بار 2 ايكوال حواد دي هنا 75 ماينس 100 نيجاتيف 25 يبقى اكس بار 2 نيجاتيف 25 اوفر 4 يبقى اكس روت نيجاتيف 25 اوفر 4 بوزيتيف اور نيجاتيف 5 على 2i. السؤال اللي بعديه ها الاي بواحد والبي بنيجاتيف 4 والسي بخمسة يلا نيجاتيف بي بوزيتيف اور نيجاتيف روت بي بار 2 ماينس 4 اي سي اوفر 2 اي يعني نيجاتيف بي يعني بوزيتيف 4 بوزيتيف اور نيجاتيف روت بي بار 2 يعني نيجاتيف 4 بار 2 ب 16 ماينس 4 في اي بواحد في سي بخمسة على كام على 2 اي يعني 2 في 1 يبقى 4 بوزيتيف اور نيجاتيف هحسب دي كلها روت نيجاتيف 4 اوفر 2 يبقى 4 بلس اور نيجاتيف 2i على كام على 2 4 على 2 ب 2 2 على 2 ب 1 يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف 1i. السؤال اللي بعديه السؤال اللي بعديه يا باشمهندس يا جميل يا قمر بيقول لك هنا فايند ذا فاليو اعطيك ايكويشن 2x ماينس 3 ايكوال كام ايكوال 7 وتاني واحده 3y بلس 1i ايكوال 10i يلا ها هنعمل ايه؟ هقول 2x minus 3 equal 7 تاني واحدة 3y plus 1 equal 10 حواد 3 هناك يبقى 2x 7 plus 3 طبعا انا بساوي الريل بالريل يبقى 10 يبقى الاكس بخمسة 3y 10 minus 1 9 يبقى الواي 9 divided 3 يبقى ب 3. السؤال اللي بعديه 2x minus y equal كام؟ equal 5 وx minus 2y equal كام؟ equal 1 عشان هي جنب i تمام تعرف تحل الاثنين equation دول مع بعض؟ اعرف احل الاثنين equation دول مع بعض يا مستر مود 5-1 مود كام يا باشا؟ مود 5-1 اهو مود 5-1 هكتب ايه بقى مود 5-1 2 ايكوال طبعا بالكالكوليتر السيلفر بالكالكوليتر القديمه خالص مود 3-1 بالكالكوليتر الجديده خالص مود 9-2-2 2 ايكوال نيجاتيف 1 ايكوال 5 ايكوال طبعا في ناس بتعرف تحل دي اوميتنج تروح ضربه دي في 2 في نيجاتيف 2 وتشيل الواي مع الواي في ناس تعيبه يعني اوكي اما الناس اللي هي ايه عايزه تخلص نفسها بالكالكوليتر هنا 1 ايكوال نيجاتيف 2 ايكوال 1 ايكوال هتطلع الاكس بكام؟ هتطلع الاكس ب 3 والواي هتطلع بكام؟ ب 1. السؤال اللي بعديه حلو قوي السؤال ده اكس بار 2 ماينس واي بار 2 اهو حول اكس بار 2 ماينس واي بار 2 ايكوال الريل مفيش ريل يبقى بزيرو والثانيه اكس بلس واي اي التانية x بلس y اللي جنبها i i هتروح مع i يبقى equal 4 طيب هنا تعرف تعمل دي factorization نعرف نعمل دي factorization تبقى كام x minus y x بلس y كل الكلام ده equal 0 طب هي x بلس y بكام x بلس y ب 4 في 0 مضروبة في كام مضروبة في x minus y هودي دي هناك 0 ديفايدد 4 تبقى ب 0 يبقى اكس ماينس واي ايكوال 0 عندنا اثنين ايكويشن اهو اكس ماينس واي ايكوال 0 تعرف تحل المعادلتين دول مع بعض 0 ديفايدد 4 ب 0 تعرف تحل المعادلتين دول مع بعض يبقى اول معادله اكس بلس واي ايكوال 4 ودي اكس بار 2 ماينس واي بار 2 مفيش اي الناحيه الثانيه يبقى 0 مفيش ري الناحيه الثانيه يبقى 0 فكيت دي ديفرنس بين تو سكوير هنا اكس وهنا اكس هنا ماينس هنا بلس هنا واي هنا واي كل الكلام ده ايكوال 0
طب هي اكس بلس واي بكام؟ هشيل دي واحط مكانها 4. 0 ديفايدد 4 ب 0 يبقى اكس ماينس واي ب 0. تعرف تحل الاثنين ايكويشن دول مع بعض؟ اكيد يا مستر عمر. ضيع الواي مع النيجاتيف واي، اكس واكس يبقى 2 اكس. 4 بلس 0 تبقى 4، يبقى الاكس 4 ديفايدد 2 تبقى الاكس بكام؟ ب 2. تعرف تجيب الواي برضو ب 2. السؤال اللي بعديه 10 على 2 بلس اي، هجيبها بالكالكوليتر دي او اضرب في الكونجكت، هتبقى 4 ماينس 2 اي. هتبقى كام؟ هتبقى 4 ماينس 2 اي طبعا ايكوال اكس بلس واي اي. ارجع لاول الفيديو هتلاقيني شرح دي ازاي بجيبها بالكونجكت. هنضرب في 2 ماينس اي على 2 ماينس اي. يلا الريل قد الريل، يعني اكس ايكوال 4، الايميجن ايكوال الايميجن، يعني واي ايكوال نيجاتيف 2. خلصت. السؤال اللي بعديه 2 بلس اي في 2 ماينس اي، تعالى نضرب دول في بعض. 2 في 2 ب 4، دول ديفرنس بين تو سكوير، بوزيتيف في نيجاتيف في نيجاتيف، اي في اي، اي بار 2 على 3 بلس 4 اي ايكوال اكس بلس واي اي. تمام، هي اي سكوير بكام؟ اي سكوير بنيجاتيف 1، يبقى 4 ماينس نيجاتيف 1 على 3 بلس 4 اي ايكوال اكس بلس واي اي. طيب 4 ماينس نيجاتيف 1 يبقى 5 على 3 بلس 4 اي ايكوال اكس بلس واي اي. حد يعرف يضرب دي؟ اه هنجيب دي بالكالكوليتر كلها يا مستر. هنجيب اهو 2 في 2 ب 4، نيجاتيف في بوزيتيف بنيجاتيف، اي في اي، اي سكوير، اي سكوير بنيجاتيف 1، 4 ماينس نيجاتيف 1 تبقى كام؟ تبقى 5. هكتب دي كلها بالكالكوليتر يا مستر. هتطلع كام يا مستر؟ هتطلع كام يا هتطلع 3 على 5 ماينس 4 على 5 اي ايكوال اكس بلس واي اي. يبقى الاكس ايكوال كام؟ 3 على 5، والاي هتروح مع الاي، يبقى الواي بكام؟ بنيجاتيف 4 على 5. السؤال اللي بعديه يا مستر، اعطيك اكس بكام الراجل؟ اعطيك اكس ب 3 على 5 ماينس اي، والواي 3 بلس 2 اي على 1 بلس اي. اثبت ان اكس وواي كونجكت. طيب سهله اهو، اكس ايكوال 3 على 5 ماينس اي، هضربها في الكونجكت اللي هو 5 بلس اي على 5 بلس اي، تبقى اكس ايكوال يلا 3 في 5 ب 15، 3 في اي ب 3 اي. يلا هضرب هنا، دول ديفرنس بين تو سكوير اهو، عشان واحده نيجاتيف واحده بوزيتيف. يلا هنضرب مين؟ 5 في 5 ب 25، نيجاتيف في بوزيتيف في نيجاتيف، اي في اي، اي سكوير، يبقى 15 بلس 3 اي اوفر 25 ماينس، هي اي سكوير بكام؟ بنيجاتيف 1، يبقى 15 بلس 3 اي اوفر 25 ماينس نيجاتيف 1 تبقى 26. حلو، حاسم ده على ده، تبقى 15 على 26 بلس 3 على 6 اي. هحسب الثانيه، الثانيه اللي هي كام؟ الثانيه اللي هي 3 بلس 2 اي على 1 بلس اي، هكتبها 3 بلس 2 اي على 1 بلس اي، هضربها في الكونجكت 1 ماينس اي على 1 ماينس اي، واحسبها بالكالكوليتر كلها كلها، هتطلع 15 على 26 ماينس 3 على 6 اي، او هاف اي هي هي 3 على 6 اي. يبقى انا كده اثبتت ان هي كونجكت. بس ده سؤال مش مهم. هنا بقى ده السؤال المهم، a بلس b i ايكوال 2 بلس i على 2 ماينس i، اثبت ان a بار 2 بلس b بار 2 ايكوال 1. ما ينفعش نستخدم كالكوليتر عشان ده سؤال مقالي مش تشوز، يبقى لازم اكتب 2 بلس i على 2 ماينس i، هضرب في الكونجكت، الكونجكت بتاع مين؟ بتاع اللي تحت مش اللي فوق، اللي هو 2 بلس i على 2 بلس i. يلا 2 في 2 ب 4، 2 في i ب 2 i، اي في 2 ب 2 اي، اي في اي، اي سكوير اوفر 2 في 2، طبعا هنا كونجكت 2 في 2 ب 4 نيجاتيف، اي في اي، اي سكوير. هنعمل ايه؟ تبقى 4 بلس 2 اي و 2 اي يبقى 4 اي، اي سكوير بنيجاتيف 1 اوفر 4 ماينس اي سكوير بنيجاتيف 1. طيب حلو، 4 ماينس 1 تبقى 3 بلس 4 اي على كام؟ على 4 ماينس نيجاتيف 1 اللي هي 5،
تعرف تحسب؟ اه 3 على 5 بقت 3 على 5 بلس 4 على 5 اي. طيب هو عايز ايه بار 2؟ ايه بار 2 اللي هي 3 على 5 بار 2 بلس بي بار 2 اللي هي 4 على 5 بار 2. هحسب دي تطلع بواحد، يبقى انا كده اثبتت الاثبات. السؤال اللي بعديه يا مستر عمر نفس الكلام اهو، اكس ايكوال كام؟ هحسب دي بالكالكليتر هتطلع كام؟ هحسب دي بالكالكليتر هتطلع كام؟ هتطلع كام؟ هتطلع 3 على 5 بلس 4 على 5 اي. واحسب الواي بالكالكليتر هتطلع كام؟ الواي بالكالكليتر هتطلع كام؟ الواي بالكالكليتر هتطلع كام؟ الواي بالكالكليتر ها 2 بلس 3 اي على كام؟ هحسب دي بالكالكليتر 2 بلس 3 اي على 2 بلس اي. هنحسبها بالكالكليتر هنحسبها بالكالكليتر شوف هتطلع كام. هتطلع يا سيدي هحسبها اهي اهو فراكشن. طبعا بعمل مود 2 الاول، مود 2 مود 2 مود 2 مود 2 عشان اخليها كومبلكس. ها 2 بلس 3 اي اوفر 2 بلس اي طلعت بكام؟ 7 على 5 بلس 4 على 5 اي. طيب هو بيقول لك 2 اكس ماينس واي يعني 2 في اكس، 2 في 3 6 على 5، 2 في 4 8 على 5 اي. دي الاكس ماينس الواي اللي هي ده كده 2 اكس، الواي اللي هي 7 على 5 بلس 4 على 5 اي. يلا نطرح 6 على 5 ناقص 7 على 5 يبقى نيجاتيف 1 اوفر 5، 8 على 5 بلس 4 على 5 تبقى 12 على 5 اي. هو عايز ايه بقى؟ عايز يثبت ان 9 a بار 2 بلس b بار 2 ايكوال 1. طب 9 a بار 2 يعني 9 مضروبه في الاي، الاي اللي هي مين؟ الاي اللي هي نيجاتيف 1 على 5 اهي. يبقى 9 في نيجاتيف 1 على 5 اول بار 2 بلس بي بار 2 اللي هي 12 على 5 اول بار 2. هحسب دي هلاقيها طلعت ب 1 يبقى ده الاثبات. نبدا بقى في الايه؟ في الهاي ستاندرد ليفل يا باشمهندس. ايه ده؟ كمان هاي ستاندرد ليفل يا مستر؟ طيب بيقول لك ايه في الهاي ستاندرد ليفل؟ اول سؤال خالص، اول سؤال بيقول لك اكس بار 2 بلس 1 ايكوال 0. السؤال ده مهم وجه في امتحان قبل كده دار الشرق. اكس بار 2 ايكوال نيجاتيف 1، خلي بالك عشان ممكن يجي لك في امتحان الشهر. يبقى اكس ايكوال روت نيجاتيف 1، روت نيجاتيف 1 اللي هي بكام؟ باي. خلاص يعني ال ال ايكوال اي والام ايكوال اي. طب تعالى هنا، يعني اي بار 2018 بلس ال بار 2018 وام بار 2018 ال اللي هي اي وام اللي هي اي. طب 2018 تقبل على 4؟ لا. 2017 لا. 2016 تقبل، نزلت كام واحدة؟ 2. وهنا نزلت كام واحدة؟ 2. اي بار 2 بنيجاتيف 1 واي بار 2 بنيجاتيف 1 يبقى الإجابة نيجاتيف 2. يبقى تاني عشان السؤال ده هيجي لك في امتحان الشهر، هودي دي هنا تبقى نيجاتيف 1 روت نيجاتيف 1 باي. يبقى ال ال ايكوال اي والام ايكوال اي. شلت ال ال حطيت مكانها اي، شلت الام حطيت مكانها اي. اي بار 2018 ما تقبلش، هنزل 17 لا 16. يبقى هنا اي بار 2 اي بار 2 بنيجاتيف 1 واي بار 2 بنيجاتيف 1 يبقى الاجابه نيجاتيف 2. السؤال اللي بعديه، السؤال رقم كام؟ 2. 1 بلس اي بار 2020 اخليها 1 بلس اي باور 2 باور 2010. ما هي 2 في 2010 ب 2020. هي دي كده لو حسبتها بالكالكليتر لوحدها هتطلع 2 اي باور 2010. خلي بالك هي هي لو انا قلت نيجاتيف 2 اي باور 2010. ليه؟ لان ال 2010 دي ايفن كده كده هتضيع النيجاتيف. صح؟ صح يا مستر. يبقى الاجابه هنا هتبقى 1 ماينس اي باور 2020. ليه؟ لان 1 ماينس اي باور 2020 هخليها 1 ماينس اي باور 2 باور 2010. الحته دي لوحدها نيجاتيف 2 اي بالكالكليتر باور 2010. هي هي. حلو جدا. السؤال اللي بعديه، كونجكت بتاع 2 بلس اي على نيجاتيف 1. دي كده واحد، هي بار نيجاتيف 1 يعني اخليها واحد على 2 بلس اي. هضرب في الكونجكت عشان نظبط السؤال، تبقى 2 ماينس اي على 2 ماينس اي. يلا
هضرب اللي فوق في اللي فوق تبقى 2 ماينس اي. اللي تحت في اللي تحت 2 في 2 دول ديفرنس بين تو سكوير، 2 في 2 ب 4، بوزيتيف في نيجاتيف في نيجاتيف، اي في اي اي سكوير، يبقى 2 ماينس اي اوفر 4 اي سكوير بنيجاتيف 1، يبقى 2 ماينس اي على 5. يعني من الاخر 2 ماينس اي على 5 ده الريزلت. انا عايز بقى الكونجكت يبقى 2 بلس اي على 5. السؤال اللي بعديه اي بار اي اي بار بي اي بار سي واي بار دي، وهو بيقول لك ان اي وبي وسي ودي ار 4 بوزيتيف كونسيكيوتيف. كونسيكيوتيف يعني ورا بعض، يعني اي بار 1 اي بار 2 اي بار 3 اي بار 4 ارقام ورا بعض، اي باي اي بار 2 بنيجاتيف 1 اي بار 3 بنيجاتيف اي اي بار 4 1 1 هتروح مع نيجاتيف 1 واي هتروح مع نيجاتيف اي، يبقى الاجابه كام؟ 0. السؤال رقم 5 رقم 5 1 اي بلس اي بار 2 هو اول اربعه، احنا لسه حليناها في اللي قبليها، اول اربعه ب 0 خلاص هيبقى كل أربعة بزيرو. اي بار 5 اي بار 6 اي بار 7 اي بار 8 ده رول، كل أربعة مجموعهم بزيرو. ليه اهو ليه كل أربعة مجموعهم بزيرو اهو؟ تعال نحسب اي بار 5 ما تنفعش على الأربعة هنزلها تبقى اي، بختصرها. اي بار 6 ما تنفعش على الأربعة، 5 ما تنفعش، 4 نفعت نزلت 2. اي بار 7 بقت اي بار 3 اي بار 8 ب 1. طيب يبقى اي اي بار 2 بنيجاتيف 1 اي بار 3 بنيجاتيف اي 1، دي راحت مع دي ودي راحت مع دي، يبقى الاربعه اللي بعد دول كمان بزيرو، يبقى كل اربعه بكام؟ بزيرو، يبقى الاجابه في الاخر كام؟ زيرو. اخر سؤال في الهاي ستاندرد بيقول لك ايه اهو، 1 ماينس اي مضروبه في 1 بلس اي سكوير مضروبه في 1 بلس اي بار 3 لغايه 1 بلس اي بار 100. فكك من كل ده، ده هو بيلغوش عليك. دي يا باشا خد دي 1 بلس هي اي بار 2 بكام؟ بنيجاتيف 1. 1 بلس نيجاتيف 1 بكام؟ ب 0. 0 هضربها في كل ده، 0 لما تضرب في كل ده هتطلع بكام يا باشمهندس؟ ب 0. شكرا يا زوز يا زوز يا زوز، خلصنا اول درسين وحلينا اسئله المعاصر كلها. بحبك يا واد يا زوز والله، لازم تعرف كده. باي باي.